السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة محاضرة جديدة من مادة النساء بعنوان الهاي ريسك بريجنانسي، يعني ايه الحاجات الخطيرة او الامراض الخطيرة اللي ممكن شديدة الخطورة، يعني اللي ممكن تحصل للست الحامل اثناء الحمل. اول حاجة معانا الهايبرتنسيف ديس اوردر ديورنج البريجنانسي، اللي هو متلازمة او اضطراب ارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل. قبل ما نبدأ بس نعرف ايه هو ونفهم الدنيا فيه، لازم نعرف ان الدرس ده مهم جدا جدا، غير انه مهم جدا جدا ان هو محتاج تركيز ومحتاج فهم كويس قوي. فانت لو كنت متنشم، مش حاسس ان انت مش مركز او مشتت او كده، ما تتفرجش على الفيديو دلوقتي، افتح في اي وقت تاني، لان فعلا الموضوع محتاج تركيز. بس هو مش صعب، انت لو ركزت الموضوع هيبقى سهل جدا، وانتوا هتشوفوا دلوقتي اللي مركز هيحس ان الموضوع تافه اساسا، بس لو مركزتوش هتحس ان الموضوع كله مكلكع ومهم. يعني طالما قلنا في فهم، يبقى هناخد هنت بسيط كده زي ما متعودين. هو بس الكام محاضره اللي فاتت دول كانوا رخمين شويه لانهم كانوا نظري، مش كانوا محتاجين كلام فهم، يعني كان كله كلام ده الشكل. المهم دلوقتي هناخد هنت زي ما احنا متعودين كده، نبدا نشوف نرسم نكون الفكره في دماغنا، وبعد كده نرجع تاني للايه، للشرح ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا اللي هو بيقول لك ان اللي هو الثواني الهايبرتنشن ديورنج ديس اوردر ديورنج البريجننسي، ماشي؟ انتوا حاولوا بقى تستحملوا خطي، انتوا عارفين انه خط زباله بالماوس اصلا في الطبيعه، في الحقيقه من غير ماوس بالقلم خط زي الزفت، فما بالك بقى بالماوس، ماشي؟ فمعلش استحملوا، ما تركزوش مع الخط، يعني كده كده الخط ده حاجه هبله، ركزوا بس مع اللي انا بقوله. اول حاجه عندنا هم ثلاث انواع للهايبرتنشن ديورنج البريجننسي. اول نوع اسمه الكرونيك هايبرتنشن، تاني نوع اسمه الجستيشنال هايبرتنشن، تالت نوع اسمه البريجننسي انديوزد هايبرتنشن. نمسك كده نوع نوع ونحاول نفهم ايه النوع ده وايه النوع ده والفرق بينهم. اول نوع معانا الكرونيك. بصوا هو من اسمه حاجه كرونيك، حاجه مزمنه، واحنا عارفين طبعا كلنا عارفين ان حاجه مزمنه يعني حاجه موجوده مع الشخص على طول. فيبقى اذا الست الحامل دي كان عندها هايبرتنشن قبل ما تقول قبل ما تحمل اصلا، وحملت وهي عندها الهايبرتنشن ده، فسميناه اسمه الكرونيك هايبرتنشن. والضغط في المرحله دي بيبقى اكبر من، لو قسناه يعني هيبقى اكبر من 140، ده اللي هو السيستوليك، على 90 اللي هو ايه الدايستوليك. تمام كده، تمام. نيجي لتاني نوع اسمه جستيشنال هايبرتنشن، اللي هو سكر من اسمه، اللي هو ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم بتاع الحمل، من اسمه كده بتاع الحمل. يعني بيحصل امتى؟ يعني بيحصل في الحمل. امتى بالتحديد في الحمل؟ بعد الاسبوع ال20 من الحمل، وهنفهم الكلام ده ليه بس ما تستعجلوش. يبقى تمام كده. يبقى ولو جينا نقيس برضو الضغط هنلاقي نفس الموضوع برضو، اكبر من او يساوي 140 على 90. ده كده بالنسبه للايه، بالنسبه للجستيشنال هايبرتنشن. نيجي بعد كده للبريجننسي انديوسد هايبرتنشن، ده برضو بيقول لك ان هو بيبقى هايبرتنشن بيحصل برضو للست الحامل، يعني ما بقاش عندها قبل كده، بس هو بيحصل برضو للست الحامل. امتى؟ قال لك نفس الموضوع برضو، بعد الاسبوع ال20. قال لا، طب نفرق بين ده وبين ده ازاي؟ هقول لك دلوقتي. بنفرق ان في البريجننسي انديوسد ده بيحصل في حاجتين، من ضمن الساين بتاعته او من ضمن العلامات بتاعته، بيبقى في حاجه اسمها البري اكلامسيا والاكلامسيا. وعرفنا قبل كده ان الاكلامسيا دي اللي هو تسمم حمل، وهنعرف دلوقتي ايه الفرق بين الاكلامسيا، وهنعرف ايه الفرق بين الايه بينها وبين البري اكلامسيا. الاكلامسيا والبري اكلامسيا، المهم ان الاثنين دول مرتبطين بحاجه اسمهم بروتين يوريا. المهم ما تستعجلوش، انا حاسس ان انا بقول، مصطلحات غريبه. فدلوقتي هنمسك كده البري اكلامسيا والاكلامسيا كل واحد على جنب كده ونفسره. البري وادي الايه، وادي الاكلامسيا. اول حاجه نمسك البري اكلامسيا. بقول لك في البري اكلامسيا ده يا سيدي اللي بيحصل ان ضغط البلاد بريشر بيحصل له بيرتفع جدا في في الجسم بتاع الست الحامل دي، ونتيجه الارتفاع ده ممكن يحصل تسمم. ده فالتسمم ده هيبقى هيعمل ممكن يعمل تلف في الاعضاء، تلف في الاعضاء الداخليه زي ما قلنا قبل كده، زي ايه، زي الكلى، زي الكبد. طب دلوقتي حصل مشكله في في الكلى، نتيجه لكده ممكن يحصل ايه؟ قال لك اهم حاجه مميزه للبري اكلامسيا حاجه اسمها بروتينو يوريا، اللي هو بروتين في البول. طب ايه البروتين يوريا ده، وده بيحصل ازاي؟ هفهمكم. بص يا سيدي، احنا عندنا الكلى وعندنا البروتين. البروتين ده المفروض اصلا ان هو مسؤول عن اللي هو بعض الحاجات اللي هو بيعمل، بيكون الانسجه وبيدخل في العضلات. المهم ان هو بيعمل حاجات، ميكانيزمات المفروض ان هو يعني يعملها في الجسم مش يخرج في البول. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ الدم ماشي في البروتين ده، البروتين ماشي في الدم ورايح على الكلى. الكلى رايح بتفلتر، احنا عارفين ان الكلى بتفلتر الدم، فالكلى وهي رايحه الدم وهو رايح للكلى بيبدا ان هو
البروتين اللي فيه ده بدل لما الكلى تعمل له ري ابزوربشن وتعمل له عتب امتصاص وترجعه تاني للدم، لا، في حاجه كده اسمها الجلوميرولز، اللي اسمها اللي هي المصفى بمعنى صح، المصفى بتاعت الكلى، بدل لما ترجع البروتين تاني للدم بتبدا ان هي تنزل. يعني بصوا تخيلوا كده، دي المصفى هي بتاعت الكلى، وادي التيوبولز، وادي النفرون اهي مثلا، تخيلوا معايا، فادي البروتين اهو. فبدل لما البروتين ده يحصل له ري ابزوربشن يرجع للجسم تاني، لا، بيبدا ان هو يحصل له ابزوربشن، يبدا يمتص ويبدا يخرج عن طريق الايه، عن طريق البول. وده غلط، ودي حاجه مشكله طبعا. يعني المفروض ان الجسم يستفاد بالبروتين ده. فعشان كده، عشان كده لو نفتكر من ضمن الحاجات الدايت اللي كنا بناخده في النيرسينج كير، كنا بنقول هي لازم تاكل حاجات فيها دايت زي البروتين، وزي الحاجات اللي كلها فيها بروتين زي اللحمه الحمراء والحاجات بتاعتها زي الكبد والكبد والكبده والحاجات اللي هي ايه فيها بروتينات دي. تمام كده، وصلت لكم المعلومه دي؟ تمام لعندي كده. يبقى اهم حاجه مميزه للبري اكلامسيا هي ايه يا شباب؟ البروتين ويوريا، وجود بروتين في البول. طب ماشي، طب بالنسبه للاكلامسيا، ايه هي الاكلامسيا؟ بيقول لك ان الاكلامسيا دي يا سيدي هي البري اكلامسيا، بس دي مرحله متقدمه منها. ليه يعني ايه الكلام ده؟ يعني الست دي حصل لها، لا قدر الله، حصل لها البري اكلامسيا دي، والدكاتره ما قدروش ان هم، او الدكتور ما كانش شايف شغله كويس، فما عرفش ان هو يعمل مانجمنت ويسيطر على البري اكلامسيا، فدخلت في مرحله الايه، تطورت بقى، فدخلت في حاجه اسمها الاكلامسيا. تمام كده، يبقى دي مرحله ما قبل الاكلامسيا، ودي الاكلامسيا من الاسم، هو بري يعني قبل، واكلامسيا يعني قبل التسمم. دي مرحله التسمم بقى. اهم حاجه بتميز مرحله الاكلامسيا هي ايه؟ هي التشنجات، اللي هي الكونفولجن، اللي هي التشنجات. تمام كده، تمام. يبقى كده ده الفرق الجوهري بين الاثنين، وده اللي انا محتاجكم تفهموه دلوقتي. طب دلوقتي احنا واحد هيسالني سؤال، طب معلش، واحد يقول لي معلش يعني ليه يحصل الاكلامسيا دي؟ هقول له بسبب ان الضغط زاد. هيقول لي ماشي تمام. واحد بقى اذكى منه هيقول لي طب ثواني معلش، ايه اللي خلى الضغط يزيد؟ مش انت قايل لنا من الاول، كنت عمال تهري وتقول ان الضغط اثناء الحمل بيقل، لما كنت بقول لنا لان الهارت ريت بيزيد وكان بيحصل ان المشاكل بتتكون فبالتالي الضغط هيقل. هقول له صح، انت ممتاز، بس الكلام ده في اول 20 اسبوع للنورمال، النورمال بريجنانس، الست الحامل الطبيعيه الضغط هيبقى عندها قليل في اول 20 اسبوع، بعد 20 اسبوع مش هيزيد. انما الست بقى اللي حصل لها بري اكلامسي، او الست اللي هيحصل فيها الميكانيزم اللي هنعرفه دلوقتي، اللي هنعرفه حاليا يعني، ايه هو؟ هقول لكم دلوقتي. بصوا في رسمه اهي، عارفين دي؟ ده جدار الرحم. عارفين دي؟ دي البلاسينتا المشيمه اهي. تمام كده، الجزء ده كده المشيمه هو البلاسينتا. بص يا سيدي، عندك ثلاث صور. اول صوره لست مش حامل، تاني صوره لست عندها بري اكلامسيا، ثالث صوره لست عندها نورمال بريجنانسي، عندها حمل طبيعي. اول صوره زي ما احنا شايفين في اللي هي نان بريجنانسي، ادي مش عارفين ده ايه شباب، فاكرين ده ايه اللي كان عامل زي الحلزونه ده، اللي هو السبايرال ارتري او السبايرال التري، فاكرينه؟ تمام. السبايرال التري هنا عامل ازاي؟ ولا اي مشكله فيه، انا زي الفل، ما فيهوش اي مشكله. فده كده اللي هو ايه، الست اللي مش حامل، مش عاوزينها في حاجه، ومش مش موضوعنا دلوقتي. نيجي للنورمال بريجننسي، الست اللي ايه، اللي عندها حمل طبيعي. بص يا سيدي، هنلاحظ، بصوا الفرق بين الصوره دي والصوره بتاعت البري اكلامسيا، شايفين الفرق؟ بصوا هنا، بصوا هنا اليومن نفسه، القطر بتاع الوريد عامل ازاي، قد ايه، وشايفينه صغير قد ايه. بص لده هتلاقيه ضيق من فوق قد ايه. واحد يقول لي برده انا مش فاهم يعني ايه، برده مش فاهم حاجه. بص يا سيدي، اللي بيحصل ان في حاجه اسمها التروفوبلاست. التروفوبلاست دي بتبدا انها تعمل انفيزيف، بتبدا ان هي تعمل، بتاكل، او بمعنى صح بتهجم على السبايرال التري دي، تبدا ان هي تاكله بالمعنى البلدي كده، تبدا ان هي تاكله، تبدا ان هي تفتحه. بصوا متجمعه ازاي هنا وموسعه اليومن ده. ده كده في النورمال، وده الطبيعي، ده الفانكشن اصلا بتاع التروفوبلاست دي، اللي هي البتاع اللي هي شبه الورق دي، اللي هي دي بتخش كده على الجدار بتاع الارتيريا او السبايرال ارتري، بتبدا ان هي تاكله. فده الطبيعي، وده اللي المفروض يحصل في كل ست حامل. فبالتالي الضغط اللي رايح للست، او الضغط او الاوعيه الدمويه نفسها، الضغط فيها بيبقى قليل، وهنفهم ده دلوقتي. بصوا هنا، بصوا هنا، مفيش اي حاجه هنا، السبب غير معروف لحد دلوقتي، مش عارفين ايه السبب اللي هو بيخلي ان التروفوبلاست دي ما تهاجمش، او ما تعملش انفيزيف، او مش ما تاكلش بمعنى اصح السبايرال التري، مش معروف. بس اللي بيحصل في الست دي ان هي، الست اللي بيجيلها بري اكلامسيا دي، التروفوبلاست دي نفسها ما بتهاجمش السبايرال التري. فهمتوا الفكره؟ واحد بيقول لي برضه انا حاسس انك بتقول كلام برضه ايه
كبير كده انا ما افهموش. هقول له بص يا سيدي، تخيل تخيل ان الارتري السبار ارتري ده خرطوم، خرطوم ميه عادي، وانت موصله في حنفيه، اكيد كلنا عارفين الموضوع ده. دلوقتي القطر او البوز بتاع الخرطوم ده من فوق، القطر بتاعه لو واسع هتلاقي ان الميه طالعه كده براحتها كده، وفاهم اللي هو يا دوبها بتطلع بتقع تحت تحت كده، فاهم اللي هو ايه، الضغط قليل. جيت انت بقى كبست او ضيقت اللي هو ضغطت ضغطه جامده على البوز ده، على البوز الخرطوم ده، فاللي هيحصل ايه، هتلاحظ ان الضغط بتاع الميه زاد، هتلاقي ان الدم، هتلاقي اقصد ان الميه اللي طالعه من الخرطوم ده راحت مسافه بعيده، تحس ان هي طارت كده، الضغط زاد. ده بالمل اللي بيحصل هنا. هنا بصوا في الارتري، في الارتري ده السبايرال ده، القطر هنا واسع فمطلع دم كتير، فالدم طالع براحته، فالبلاد بريشر قليل، فالدنيا تمام مفيش مشكله. هنا العكس، هنا ضيق، شايفين ضيق ازاي، فضغط الدم اللي طالع كتير، فده هيأثر على ايه، هيأثر على البلاسنتا، وهيأثر على الطفل، وهيأثر على ده كله. ففهمتوا الفكره انا قصدي ايه من الموضوع ده كله، يا رب نكون فهمناه. فده السبب، انا بقول اهو حاولت اجيبها لكم بطريقه يعني ايه اي حد يفهمها. فده كده الفرق الجوهري بين الاثنين، ودي كده ايه الخريطه اللي احنا هنمشي عليها. والله العظيم فهمت النقطتين دول، الموضوع مش بقالنا 10 دقايق تقريبا بنشرح فيه، الموضوع مش سهل لو ما فهمتوش ال 10 دقايق دول، لان دول لو ما فهمتهمش كويس هيضيع عليك فهم بقيه الدرس، تمام كده. المهم نيجي بعد كده على العجن بتاع الكتاب. اول حاجه بقول لك الانترودكشن اللي هو المقدمه، جايب لك فيها بقول لك ان هايبرتنسيف ديس اوردر اوف بريجننسي اور مالتي سيستم افكشن، يعني بقول لك ان ارتفاع ضغط الدم ده بتاع الست الحامل هو بيأثر على اجهزه، بيأثر على اجهزه الجسم كلها، زي القلب والكلى، وعرفنا الكلام ده والحاجات دي كلها. يونيك تو هيومن فيميل بريجننسي، يعني بيقول لك ان هو بيبقى منفرد بالست الحامل، يعني الست الحامل الانثى الحامل هي اللي بيجي لها الهايبرتنشن، اكيد يعني ما علينا. بعد كده بيقول لك ان الهايبرتنسيف ديس اوردر اوف البريجننسي اور ثيرد ليدنج كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي اند موربيديتي، يعني ارتفاع ضغط الدم ده هو السبب الرئيسي الثالث، السبب الثالث يعني في موت الامهات والمرض بتاعهم. ونقف هنا عند كلمة maternal mortality. يعني ايه كلمة maternal mortality؟ يعني دي حاجة اللي جت على جنب. maternal mortality اللي هو الموت بتاع الأم، ولكن الموت ده مرتبط بالحمل، يعني الحمل كان سبب تسبب للست حامل مشكلة، فالست دي حامل. يعني مثلا مش تبقى ست حامل وحصل لها مثلا لا قدر الله اتخبطت في عربية وماتت، عربية خبطتها وماتت، يبقى كده ما تتحسبش من ضمن maternal mortality. لا، maternal mortality الست الحامل، الحمل ده سبب لها مرض، المرض ده موتها، يبقى كده دي من ضمن الماتيرنال مورتاليتي. قشطه، يعني دي معلومه ليك انت على جنب كده. اند موربيديتي، والمرض بتاع اللي هو نسبه الامراض يعني. اند اولسو ميجر كوز اوف برينيتال مورتاليتي اند موربيديتي، وبرده هو سبب رئيسي في الموت بتاع البرينيتال اند الموربيديتي والمرض بتاع الطفل. بيقول لك بقى ان في مصر، مهم شويه الحته دي، بيقول لك ان ايجيبت reported to be the second leading direct cause of maternal mortality and morbidity، يعني بيقول لك في مصر ان تقارير او ذكر ان هو السبب الرئيسي الثاني في موت الامهات والمرض بتاعهم. and هنا هو تقريبا نسي and morbidity بس مش مشكله. بعد كده estimated to be 13% of maternal deaths، يعني هو بشكل حوالي 13% من موت الامهات يعني الحامل في مصر، تمام كده. يبقى المهم في المقدمه دي كلها اللي هو نسبه الموت بتاع الستات الحامل في مصر، وان هو السبب الرئيسي الثالث في الموت حوالين العالم، اللي هو the third leading cause of maternal mortality. قشطه. نيجي بعد كده بقى للكلاسيك، حول ولا قوه الا بالله. مش عارف والله، يعني الدنيا ضيقت في الشغل، جايين يحيي بعض تحت البيت عندي، انا لساني انام من كتر ما بعيد، ده خامس مره تقريبا، يلا ما علينا. المهم بيقول لك ان الكلاسيفيكيشن اللي هي التصنيفات بتاعه الهايبرتنشن، عرفنا ان هم ثلاث حاجات. هو بدا لك اول حاجه هنا بالجستيشن هايبرتنشن، اللي هو الضغط بتاع اثناء الحمل، بيقول لك ان هو ترانزينت هايبرتنشن، يعني بيبقى مرحله عابره، اللي هو ارتفاع ضغط الدم ده بيبقى حاجه عابره، اللي هو ترانزينت اللي هو حاجه بتروح بعد الحمل، يعني بتحصل للست الحامل اثناء الحمل
وبعد الحمل بتروح. فهي ايه حاجه عابره كده، مرحله انتقاليه بمعنى صح. بيقول لك is defined as new hypertension. التعريف بتاعه بيقول لك ان احنا بنعرفه ان هو new hypertension يعني ضغط دم جديد، لانه يعني بيجي للام وهي حامل مره واحده بس وبعد كده بيروح، فبالنسبه لها حاجه new hypertension. بيقول لك فيه ان systolic blood pressure اللي هو الضغط الانقباضي بيبقى اكبر من او يساوي 140، او الدايستوليك فيه بيبقى اقل من 90، اقل من او يساوي 90، او الاثنين مع بعض or both. يعني ممكن واحده بس هي اللي تبقى عاليه، ممكن الدايستوليك هو اللي يبقى عالي والسيستوليك مظبوط يبقى تمام، ممكن يبقى السيستوليك هو اللي عالي والدايستوليك مظبوط، او الاثنين مع بعض ده عالي الاثنين عاليين يبقى تمام كده، يبقى ده ايه، يبقى ده جيستيشنال هايبرتنشن. بيقول لك فيه انه presenting or after 20 weeks يعني بيحصل بعد الاسبوع العشرين من الحمل وزود بروتين يوريا. اهم حاجه بقى الحته اللي يحطوا على دايره ان هو بدون بروتين يوريا، ما فيهوش بروتين يوريا، لان احنا عارفين المره اللي فاتت لسه من شويه ان البروتين يوريا بتبقى موجوده فين، في البريك في البريك لامسيا، والبريك كلامسيا دي بتبقى موجوده فين، تبقى موجوده في البي او اتش اللي هو البريجننسي انديوزد هايبرتنشن. ما علينا هنقولها تاني دلوقتي. المهم بس علموا على حلو وزود بروتين يوريا او other feature of بريكلامسيا، يعني لا في بروتينوريا ولا في اكلامسيا، تمام كده. يبقى نعلم عليه، يبقى ده اللي بيميزها، ده اللي بيفرقها بمعنى صح عن البي اي اتش اللي هي البريجننسي انديوسد هايبرتنشن. بعد كده الكرونيك هايبرتنشن بيقول لك فيه ات از نون از هايبرتنشن بيفور ذا بريجننسي، يعني هو بيبقى معروف ان هو بيبقى موجود قبل ما الست دي تبقى حامل او موجود قبل الحمل. اوف ريز اوف ان بلاد بريشر، ان بلاد بريشر يعني بيحصل فيه ارتفاع في ضغط الدم بيبقى اكبر من ال 140 على 90، بيبقى قبل 20 اسبوع من الحمل، يعني بيبقى موجود عند الست دي ب 20 اسبوع من الحمل، قبل ما تحمل ب 20 اسبوع، تمام كده. يبقى الثاني يبقى الجستيشنال بعد 20 اسبوع من الحمل، انما الثاني قبل الحمل ب 20 اسبوع، تمام كده. بيقول لك اند بريزنتنج 6 ويكس افتر ديليفري، يعني وممكن ان هو يفضل يعني عند الام ممكن يستمر لست اسابيع بعد الحمل، هو جاي كده كرونيك يعني بيفضل اصلا مع الست دي. ما علينا. المهم بيقول لك ان البريجننسي بعد كده رقم 3، النوع الثالث اللي هو البريجننسي انديوسد هايبرتنشن اللي هو الضغط اللي هو بيبقى انديوسد ده الناتج عن الهايبرتنشن. بيقول لك it is defined as انه تعريفه بنعرفه ان هو development of a new arterial hypertension، ان هو بيبقى تطور في ال new arterial hypertension اللي هو في ارتفاع ضغط الدم مش للشريان. يبقى تمام كده، يبقى هو new راحت فين new arterial hypertension، ده كده التعريف بتاعه، يبقى ارتفاع جديد في ضغط الدم بتاع الشريان. تطور اللي هو development، يعني الشخص ده كان جيستيشنال، الست دي كانت جيستيشنال هايبرتنشن، بعد كده حصل لها ديفلوبمنت، الموضوع اتطور ودخلت في الموضوع اتطور ان هي دخلت في بريجننسي انديوسد هايبرتنشن، تمام كده. تمام. بيقول لك ان هو اهم حاجه بقى فيه ان بريجننت وومن افتر 20 اسبوع. طب واحد يقول لي احنا انا قلت لكم، انا قلتها لكم في نص الكلام بس محدش خد باله اكيد، ليه اشمعنى بعد 20 اسبوع؟ اللي هيجيبها واللي لقطها يبقى دماغه سم بصراحه عبقري. تفتكروا يا شباب، ما علينا عشان بس وقت الفيديو. بصوا يا شباب، فاكرين لما كنت قلت لكم ان الجسم الاصفر بيفضل عند الاسبوع العشرين من الحمل وبعد كده البلاسينتا هي اللي بتتكون بعد الاسبوع العشرين؟ اقول له ده بس ايه ده علاقتها دي يا ابني، انت هبقى لسه قايل لك ان مشكله الهايبرتنشن دي كلها بسبب البلاسينتا. فقبل ال 20 اسبوع من الحمل ما كانش فيه بلاسينتا، فالضغط كان تمام ونورمال وزي الفل. بعد بقى ال 20 اسبوع بدا يحصل الايه، الكومبليكيشن والمضاعفات والساين والسيمتومز اللي احنا بتاعت الهايبرتنشن بتاعت البريجننسي. بعد كده بقول لك induced two types of pre-eclampsia and الاكلامسيا، وبيبقى بيشمل نوعين من اللي هو بيبقى مصحوب بحاجتين اللي هم البريكلامسيا مرحلة ما قبل التسمم والاكلامسيا مرحلة التسمم. او اكتب كوس تحت كوسين كده، ممكن نكتب بروتين ويوريا، بيبقى مميزه برضو بيه انها فتره بيبقى موجود فيها البروتين ويوريا اللي هي بتبقى موجوده فين، في البريكلامسيا، تمام كده. نيجي بقى نمسك البريكلامسيا، بيقول لك ان التعريف بتاعها بيقول لك ان هي كونديشن ذات كان ديفلوب ديورينج البريجننسي، يعني هي حاله بتحصل ممكن تحصل اثناء الحمل اند كاركترايزد باي هاي بلاد بريشر، وممكن وبتتميز بارتفاع ضغط الدم، وده اكيد يعني بريكلامسيا يبقى فيه ارتفاع في ضغط الدم اللي هو الهايبرتنشن. اند بروتين، اهم حاجه بقى هي دي البروتين ان يورين اللي هي البروتين يوريا، تمام كده علموا عليها بلا ما تتنسى يا شباب. اند افتر
بعد الاسبوع العشرين من الحمل. بالله عليكم ما تنسوا، يبقى بعد العشرين اسبوع من الحمل وبيحصل فيها ايه؟ بروتين يوريا. وعرفنا ايه هي البروتين يوريا، وعرفنا اللي بعد 20 اسبوع من الحمل. كل كلمه مفهومه، كل كلمه متفسره، فالدور اللي بقى عليك انت بس ايه، شغل دماغك كده هتلاقي نفسك لم الموضوع كله. بقول لك ان هي كان اوكرز ان ذا دايز فولوينج بيرس، يعني هي ممكن تحصل في الايام بعد الولاده، يعني مش مجرد ان ست الحمل بمجرد انها تخلف فيبقى البريك لامسيا الكومبليكيشن بتاعتها هتروح، لا هي بتفضل لكام يوم كده بعد الولاده، يعني بعد البيرث. الانسيدنس بتاعها، الحدوث بتاعها بيقول لك it is constitute about 75% of cases of hypertension disorder of pregnancy. يعني بيقول لك ان هي بتحصل، علموا على الرقم ده، بتحصل ل 75% من حالات الهايبرتنشن، مش من حالات يا شباب، مش 75% من حالات من الستات الحوامل، لا 75% من الستات الحوامل اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم. يبقى كده تمام كده نفرق بس عشان خاطر ايه، دي في اللعب في ترو فولس وكده هتلخبطوا فيه. يبقى 75% من حالات الهايبر تنشن بيجي لهم المرض ده اللي هو البري اكلامسيا، تمام كده؟ تمام. طب وبالنسبه للاكلامسيا نفسها بيقول لك كومبليكيتد حوالي من 7 ل 5% من البريجنانسي، يعني نسبه الستات الحوامل اللي بيجي لها اكلامسيا بيبقوا حوالي 5 ل 7% من الستات الايه؟ اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم. يبقى عشان ما ننساش، يبقى كده نكتبه على جنب ان البري كلامسيا بتحصل ل 75% من الحالات، تحتها الاكلامسيا بتحصل، اكتبه برده 7 اللي هو 75 وحطه بين ال 75 شرطه، فاهمين ازاي؟ اللي هو ايه، من 7 ل 5 عشان بس الرقمين ما تتلخبطوش فيهم. يبقى اللي فوق 75% اللي هي البري كلامسيا، واللي تحت تبقى نادرة جدا وهي الإكلامسيا، وبتحصل كل سبعة من 7 ل 5% من حالات ارتفاع ضغط الدم للحوامل. نيجي بعد كده للهاي ريسك اللي هم الناس أكثر عرضة ان هم يجيلهم بري إكلامسيا. أول حاجة الكورونيك هايبرتنشن، الناس اللي هم أصلا عندهم ارتفاع في ضغط الدم مزمن. تاني حاجة الكورونيك نفرايتس اللي هم التهاب الكلية المزمن، عندهم التهابات في الكليه، فبرضه دي اكثر، برضه ناس اكثر عرضه ان هم يجي لهم البري كلامسيا. والستات اللي هم بوست هيستوري، الناس اللي هم عندهم يعني حصل لهم قبل كده اصلا بري كلامسيا، يعني كانت حامل قبل كده وحصل لها بري كلامسيا، يبقى وارد جدا الحمل اللي بعد كده يبقى برضه ايه عندها بري كلامسيا فيه. والفاميلي هيستوري، لو امها مثلا جات لها قبل كده، اختها جات لها برضه بري كلامسيا، اخوها كده، اخوها ايه اللي انا بقوله ده، يبقى اختها شباب او امها، تمام؟ ما علينا. والاوبيزيتي، الستات اللي هم التخان، والبولي هايدرمنس، الناس اللي هم الستات اللي هم عندهم السائل امينيوسي كتير حوالين الجنين، دول برضو ممكن يجي لهم. والستات اللي هم عندهم دايابيتس ميليتس اللي هو سكر، الناس اللي هم عند الستات اللي هم عندهم سكر بشكل عام اللي هو بيبقى كرونيك برضو. والنيلي برايتي اللي هم الستات اللي ما حملوش قبل كده والحمل ده اول مره ليهم، فاهمين ازاي؟ يعني قبل كده ما حملوش خالص، اول حمل ليهم بقى اللي هو الحالي، الحمل الحالي ده، ممكن ان هم ايه، فاهمين قصدي؟ ان هو اللي هو يعني هم ما حملوش قبل كده، اول حمل بقى ممكن ان هم يجي لهم فيها بريك لامسيا، ماشي؟ فاهمين؟ والتينيج بريجنانسي ان هم المراهقين، بس البنت تبقى مثلا 17 سنه 18 سنه تتجوز او كده، فده برضو عرضه انها يجي لها بري اكلامسيا. والمالتي بريجنانسي اللي هم تعدد الحمل سواء كان توام او ثلاث توائم او اربعه او كده. والسموكينج، والستات اللي بتدخن، وكذلك الستات اللي هم الاسترس اللي هم عندهم توتر او نيرفز، دول اللي هم بيتعصبوا على طول. نيجي بعد كده الساين والسيمتومز، لا سيبولو الساين والسيمتومز دلوقتي، اقلبوا الصفحه هتقولي الكلاسيفيكيشن اوف البري كلامسيا وهنعرف ليه، هنرجع تاني للورا بس نعرف بس الاول الكلاسيفيكيشن بتاعها عشان نفهم بس ايه، يبقى الصوره واضحه اكتر في دماغنا. نرجع كده بس بالذاكره اللي احنا بدأناه خالص من اول حاجه، من اول هايبرتنشن ديس اوردر، بيقول لك عرفنا ان هو بيتقسم لثلاث حاجات، كرونيك وجستيشنال وبي اي اتش، تمام كده؟ تمام. البي اي اتش ده كنا بنقسمه لحاجتين، بري كلامسيا واكلامسيا، صح كده؟ صح كده. الاكلامسيا دي بقى هناخدها نقسمها لحاجتين، مايلد وسيفير. تعال نعرف كده، نعمل مقارنه على جنب لان المقارنه دي ممكن تجي لك اكمل وممكن تجي لك برده، اقول لك اعمل لي مقارنه، فنعمل مقارنه كده بسيطه بين الاثنين.
اول حاجه بنحس الضغط، الضغط في المايلد بري اكلامسيا بيبقى من 140 على 90 ل 160 على 110، تمام كده، مليمتر ام ام اتش جي. طب بالنسبه للسيفير، لا السيفير بيبقى اكتر من او يساوي ال 160 على 110، تمام كده، تمام. اي رقم بقى فوق ال 160 على 110. طب بالنسبه للبلاد بريشر بيبقى ما فيهوش كومبليكيشن، ما فيهوش ساين وسيمتومز، ما فيهوش لابوراتوري تشينجز، ما فيهوش اي مشكله في المعامل غير في حاجه واحده بس، اللي هي ايه يا شباب؟ اللي هي البروتين واليوريا. دي بس الوحيده اللي بتخلينا نقول ان ده مايل هايبرتنشن، وبيبقى بوزيتيف واحد، وهنشوف الكلام ده ونعرف يعني ايه بوزيتيف واحد. بالنسبه للبريك لامسيا السيفير بقى، السيفير لا بيبقى فيها كومبليكيشن، بيبقى فيها ساين وسيمتومز، بيبقى فيها مع لابوراتوري تشينجز، بيبقى فيها تغيرات في الايه؟ في التحاليل بتاعتها. المهم دي على الكتاب كده ونشوفه كاتب لنا ايه. اول حاجه بقول لك ان الهايبر تنشن بات نوت ريتشنج ل 160 على 110، يعني اكتبوا فيها كده فوقها، فوق ال 160 على 110 من 140 ل على 90، تمام كده، ل 160 على 110 يبقى 140، 140 على 90 ل 160 على 110 زي ما احنا لسه قايلين، ما استباش مفتوحه كده. بعد 20 اسبوع من الحمل، عارفين احنا الكلام 20 اسبوع الهبل ده. بص بقى هنا بقول لك ان البروتين يوريا بتبقى بوزيتيف 1 ديبستيك. يعني ايه الكلام ده؟ ديبستيك ده شباب مقياس بنقيس بيه نسبه تركيز البروتين في البول، تمام كده. فاحنا بنعمل التحليل ده ونقول عليه بوزيتيف، بناء عليه، بناء على البوزيتيف 1 بناء على عدد او حجم كميه البروتين اللي موجوده في البول. كل كميه جرام، كل كميه كام جرام كده بنقول عليهم واحد. ده يعني بص مش هنروح بعيد عشان انتوا مش فاهمين، تعالى برضو في ايه، في صوره انا جايبها لكم عشان تبقوا في الصوره معايا. الصوره فين؟ ادي الصوره اهي، الديبستيك يا شباب. بيبقى مترقم من نيجاتيف لعند ايه، بوزيتيف 4. اول حاجه هو هنا قال لك ان هو بيبقى ايه، بوزيتيف 1، تمام كده. البوزيتيف 1 هنا بيبقى 2 من 10 في ال 24 ساعه، مالناش دعوه بالملي جرام لكل ديسيليتر. المهم في ال 24 ساعه بيقول لك ان هو بيبقى حوالي 2 من 10 ل لنص ملي جرام. هو هنا في الكتاب قال لك ان البوزيتيف 1 ده او البوزيتيف 1 ده بيبقى حوالي 300 ملي جرام. خلي بالكم من الترقيم هنا، هنا في الكتاب كاتب له، كاتب ان هو ملي جرام، في الصوره موجوده ان هي بالجرام، فاهمين فاهمين الفرق. فاحنا هنضرب هيدينا تقريبا، لو ضربنا اللي هو ال 2.5 وكده يعني تقريبا حوالي ايه، هناخد المينيمم اللي فيهم او الحاجه اللي في النص اللي بينهم، هتبقى تقريبا حوالي 300 ملي جرام في ال 24 ساعه. فنعلم على الملي جرام دي بالتحديد ونركز على الايه، على التمييز بتاعها اللي هو الملي جرام في ال 24 ساعه. بعد كده بقول لك المانيفستيشن ديس ابيرنج بعد 12 اسبوع من البوست بارتيوم، يعني المظاهر بتاعتها بتختفي بعد 12 اسبوع من الولاده، من بعد فتره النفاس يا شباب اللي هي فتره الولاده. تمام كده، تمام. يبقى دلوقتي نستنتج، اذا المايلد بري اكلامسيا الضغط فيها بيبقى من 140 يعني 190 ل 160، معاها واحده بس كلينيك، معاها مانيفستيشن واحده بس اللي هي ايه، اللي هي البروتين ويوريا، وبتبقى بوزيتيف واحد بس. هتفهموا انا باكد على الكلمتين دول ليه. المهم بعد كده السيفير بري اكلامسيا بقول لك فيها ان البلد بريشر بيبقى اكتر من 160 على 110، اي رقم بقى فوق ال 160 على 110، تمام. اهو بص بقى كاتب لكم ايه، بقول لك بلس بالاضافه لي واحده او اكتر من ذا فولوينج كرايتيريا، من الكرايتيريا اللي هو هيقول لك دلوقتي، واحده او اثنين، اللي هم ايه الكرايتيريا دول؟ اللي هم الساين والسيمتومز والتحاليل اللي هي بتعملها. يبقى بس كده هنستنتج حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى بس نكمل ونبقى نستنتج بعد ما نخلص. ما علينا ما علينا، مش هنستعجل. بيقول لك ان السيرم كرياتينين، اسف، احنا البروتين يوريا، بيقول لك ان البروتين يوريا بتبقى اكبر من او يساوي 2 او بوزيتيف 2 او بوزيتيف 3 ديبستيك، يعني بتبقى اكتر من موجب 1 موجب 2 او موجب 3 من ديبستيك. تعال نبص على الرسمه تاني، ادي الرسمه اهي، بوزيتيف 3، بصوا على بوزيتيف 3 كده يا شباب هتلاقوها حوالي من 2 ل 5 جرام. بصوا بقى في الكتاب كاتب لكم ايه، الديبستيك بين قوسين من 2 ل 5 جرام، هنا يعني نفس الترقيم اللي في الكتاب، هنا بالجرام وفي الصوره بالجرام، انما فوق كانت بالايه، كانت بالملي جرام، فاحنا حولنا، فاهمين ازاي؟ شغل الرياضه ده، ما علينا. بعد كده
بيقول لك ان احنا بنلاقي ان البروتينوريا نسبة البروتين تبقى بوزيتيف 2 او بوزيتيف 3 في ال 24 ساعة. طب السيرام كرياتينين، انتوا عارفين الاول السيرام ايه؟ انتوا عارفين هو الكرياتينين ده اساسا؟ بصوا يا شباب، الكرياتينين ده بيبقى ناتج تكسير البروتين في العضلات، تمام؟ المفروض ان العضلات بتاعتنا بيبدا يحصل فيها بعض التكسيرات كده، فبتبدا التكسيرات دي الانزيمات والحاجات والبروتينات دي بتبدا ان هي تروح في الدم، والمفروض تطلع تروح على الكلى، والكلى ايه تطلعها في البول. فاحنا بنعمل التحليل ده عشان نشوف الكلى شغاله كويس ولا لا. يعني لو الكلى طلعت كميه الكرياتينين عاليه يبقى كده في مشكله في الكلى، تمام كده؟ تمام. نفس فكره ايه؟ نفس فكره البروتينوريا برضه. المهم يعني المصفى، بمعنى صح المصفى بتاعت الكلى اللي هي الجلوميرر مش بتبقى شغاله كويس. بسم الله. ماشي، نيجي بعد كده رحنا فين؟ ماشي، بيقول لك ان السيرام كرياتينين دي بيبقى اكبر من او يساوي 12 مللي جرام. طب قبل ما نخش برضو خلينا معلومه ليكم على جنب. طب دلوقتي احنا قلنا ان الكرياتينين ده بيبقى ناتج تكسير في العضلات، طب معنى كده ان نسبته في الرجاله بتختلف عن الستات. مش احنا عارفين ان الكتله العضليه للراجل بتبقى اكبر من اللي عند الست، يبقى اذا النسبه في النورمال رينج بتاع الراجل بيبقى اكبر من النورمال رينج بتاع الست. يعني في الست النورمال رينج بتاعها بيبقى من حوالي من 6.1 ل1.1 مللي جرام لكل ديسي لتر، تمام كده؟ في الراجل بقى بيبقى من كام؟ دي معلومه ليك انت. الراجل بيبقى من 7.1 ل1.3 مللي جرام لكل ديسي لتر، تمام كده؟ تمام. فيبقى اكتبوا النورمال رينج بتاع الست، مالكوش دعوه بالراجل، احنا دلوقتي بنتكلم عن الست والارض، ماشي؟ اكتبوا عليها ان هو النورمال رينج بتاعها بيبقى من 6.1 ل1.1 مللي جرام لكل ديسي لتر، تمام كده؟ تمام. يبقى بقول لك احنا بنيجي نعمل بقى التحليل ده بنلاقي ان هو بيبقى اكبر من او يساوي 1.2، يعني اكبر من النورمال رينج. بقول لك ايه بقى؟ بقول لك unless known to be previous elevated، يعني لو ما كانش حصل له ارتفاع قبل كده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني والله دلوقتي من ضمن التحاليل اللي احنا كنا بنعملها للست الحامل دي قبل 20 اسبوع من الحمل كان بيبقى من ضمنهم تحليل كرياتينين، صح؟ فالست دي والله لقيناها عملته قبل 20 اسبوع، لقيناها مثلا كان 1.3، تمام كده؟ تمام. طب جت بعد ال 20 اسبوع بقى، بعد ال 20 اسبوع من الحمل عملته تاني ولقيته برضه 1.3، يبقى الست دي معنى كده ان الست دي عندها سيفير بري اكلامسيا؟ لا خالص. احنا هنا بناخد اول قرايه دي كانها حاجه كده ايه، فاكرين كنا بناخد حاجه كده اللي هو ريفرنس، حاجه مرجعيه بنرجع عليها، حاجه بيز لاين اللي هو بنعتمد عليه، حاجه ايه بنقيس عليه، فاهمين ازاي؟ فلو لقيناها والله لو هي كانت عاليه قبل كده وجت بعد ال 20 اسبوع عملناه لقيناها عاليه برده، يبقى كده ده عادي، ده هي كده هو الكرياتينين بتاعها الطبيعي 1.3، يبقى مالناش دعوه، تمام كده؟ يبقى مفيش مشكله في البلاسينتا، عشان احنا عارفين ان البلاسينتا بعد 20 اسبوع. كل الكلام ده بيترتب على بعضه، بس انت شغال دماغكم. المهم بعد كده بيقول لك البريزيستنت بعد كده، كده احنا خلصنا الاثنين بتوع المعامل اللي لهم علاقه بالتحاليل والمعامل. نيجي بقى للايه، للساين والسيمتومز. اول حاجه بيقول لك بيبقى فيه بريزيستنت هيدك، بيبقى فيه صداع مستمر ما بيروحش على طول ثابت، بيبقى فيه فيجوال ديستربانس، بيبقى فيه اضطراب في البصر زغلله بقى وتشوف حاجات سودا ودوائر سودا والكلام ده. بريزيستنت ايبيجاستيريا بين اللي هو وجع مستمر في فم المعده من فوق كده، في وجع مستمر على طول. في اوليجويريا، احنا عارفين عرفنا ان الاوليجويريا ان هو البول قليل بيبقى حوالي عن اقل من 400 مللي جرام في ال 24 ساعه او اقل من 30 جرام في الساعه، تمام كده؟ وانيوريا البول بيتقطع خالص، وبالموناري اديما، وفي اديما رئويه اللي هي الميه على الرقبه معنا صح، ودي بتحصل في الحالات السيفير خالص، والحالات الشديده قوي خالص دي بيحصل فيها البالموناري اديما. طب دلوقتي احنا عاوزين نستنتج كام حاجه كده، كنا عاوزين نستنتجهم من الاول بس قلت ايه نسيبهم للاخر عشان تبقى برده الصوره واضحه في دماغكم. بص يا سيدي، هو قال لك فوق خالص في السطر الاول، في السطر الاول بتاع السيفير بري اكلامسيا، ان بيقول لك ان هي بتبقى البلاد بريشر اعلى من 110 او يساوي 160 على 110 زائد، دي قاعده، زائد واحد او اتنين من الكرايتيريا. احنا عرفنا دلوقتي ايه الكرايتيريا دي، اللي هم
السيرم كرياتينين والبروتين يوريا والساين والسيمتومز بتاعت الايه بتاعت البري اكلامسيا. فلازم لازم لازم ركزوا بالله عليكم، بالله عليكم ركزوا. فلازم لازم لازم طالما السيتي دي سيفير يبقى معاها واحده من الكريتيريا دول او اتنين من الكريتيريا دول، اللي هم ايه؟ ان البروتين يوريا تبقى اكتر من اتنين، ان السيرم كرياتينين اكتر من واحد واتنين، يبقى في اوليجوريا، يبقى في انيوريا، يبقى في بريمونري اديما، يبقى في ديستربنس في الفيجوال، يبقى في ايبيجاستريك بين. تمام كده. طب هديكم مثال دلوقتي برضو ايه عشان نبقى فاهمين. والله دلوقتي لقينا الست دي واحده مثلا، لقينا التحاليل بتاعتها بتقول لك ان هي كانت 150 الضغط بتاعها 150 على 100، زاد ان هي عندها بالمونري اديما. واحد يقول ثواني 150 على 100، طب ما ده كده في النورمال رينج يا دكتور، في بتاع الماستر بتاع المايلد 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 زفت دي المايلد بري كلامس، صح كده؟ اقول له صح، بس قال لك هنا في بالمونري اديما. اقول له يبقى اذا في مضاعفات، في كومبليكيشن، في ساينو سيمبتومز، يبقى دي ايه؟ يبقى دي سيفير مش مايلد. طب لو قال لك ان الست دي والله الضغط بتاعها 160 على 90، 160 على 90 من غير اي اعراض، يبقى دي ايه؟ يبقى دي مايل، مش محتاجه حاجه. فهمتوا الفكره؟ يبقى القاعده هنا ثابته، ضغط عالي من غير اعراض، ضغط عالي من غير اعراض وعلامات وتغيرات في التحاليل، يبقى دي مايل. والله ضغط عالي زائد في تغير في اليوريا في البري في البروتين يوريا بوزيتيف 1 وبوزيتيف بوزيتيف 2 وبوزيتيف 3، في كرياتينين عالي، في هيدك، في انيوريا، في اديما، يبقى اذا دي سيفير بري اكلامس. بالله عليكم ركزوا، لان فيها لاعب بيموت في الاسئله دي. بس ان شاء الله يعني انتوا الامتحانات بتاعتكم بتبقى اسهل من كده، بس برضو ايه، خلي دماغك شغاله لابعد مدى، انت ما تعرفش اللي بيمتحن ده بيحطه ازاي، فاهمين ازاي؟ بس فرب تكونوا فاهمين. المهم نرجع بقى للساين والسيمبتومز اللي هي في الصفحه اللي قبل كده. قبل بس ما نبدا فيها، ولو لاحظنا هنلاقي جايب الساين قبل السيمبتومز. يعني انتوا عارفين اول، احنا عارفين اول ما متفقين ان الساين هي الساين دي اللي الدكتور المفروض ان هو بيشخصها على المريضه، والسيمبتومز دي اللي هي بتيجي تحكيها للدكتور تقول له والله انا عندي كذا كذا كذا، صح كده؟ صح. طب ليه بقى هنا جابها الاول؟ والله بص، هو جابها هنا لان اصلا كون ان الست تيجي تقول للدكتور يا دكتور انا عندي مثلا زغلله في العين، عندي صداع، عندي اوليجويريا، عندي ايبيجاستريك بين، عندي نوزي، عندي فومتنج، فكده يبقى الست دي خلاص دخلت في مرحله السيفير. فلازم يبقى قبلها الصين اللي هي العلامات اللي المفروض الدكتور يشخصها، وبيشخصها في فتره الهي، في فتره البرينيتال كير اللي هي فتره ما قبل ما اللي هي المتابعه اللي بيتابعها معاه على مدار الولاده كلها 9 شهور، فهو بيحددها، المفروض ان هو اللي يكتشفها مش هي. فكون ان هي تيجي تقول له يا دكتور انا عندي كذا كذا كذا، فكده خلاص الست دي دخلت في السيفير، في مرحله السيفير. واحنا عرفنا ليه السيفير، وده اللي خلاني اشرح لكم المايلد والسيفير الانواع قبل البيت عشان تفهموا النقطه دي. المهم نيجي بقى للساين. اول حاجه بقول لك فيها انه الهايبرتنشن، الدكتور بيبدا ان هو يشخص يشوف عند الضغط بتاعها قد ايه، بيقول لك ات از دايجنوزد وين سيستوليك بلاد بريشر از رايز تو 140 على 90 من اتش جي. يعني بيقول لك ان هو بيبدا ان هو يشخصه من اول لما البلاد بريشر ضغط الدم بيعلى عن 140 لل 90. وعرفنا في المايلد بيبقى اخره 100 وبيبقى 110 على 60، 160 على 110، والسيفير بيبقى اكبر من 160 على 110. تمام كده. ماشي. بعد كده البروتينيوريا بيبدا ان احنا نعمل تحليل بول، او بيبدا ان هو يشخصه ازاي، بيبدا ان هو يقول لها تعملي تحليل بول ونشوف. بيقول لك ان هو بيبقى ات از ليت تايم، بيبقى علامه متاخره شويه. بيقول لك ات از ديو تو جلوميرولار دامج، ده بيحصل بسبب تلف في الكوبايبات بتاعت الكلى اللي هي المصفى يا شباب، اللي هي الجلوميرولر زي ما انا شرحت لكم من شويه، اللي هي المصفى بتاعت الكلى اللي هي الجلوميرولر. تمام. بيبدا يحصل فيها تلف اللاونج ليك بروتين. بصوا يا شباب عشان برضه تتخيلوا الموضوع اكتر، تخيلوا ان الدم بتاعنا، تخيلوا عصير، واحنا بنعمل عصير عصير ليمون. تمام كده. لما نيجي نعمل عصير ليمون بيبقى فيه بذر، تخيلوا ان البذر ده هو البروتين. يعني مثلا مش بيبقى كده بس، يعني فاهم عشان الفكره توصل لكم. وانتوا بتعملوا عصير الليمون بتبداوا ان انتوا تصفوه في مصفى، صح كده؟ فتخيل بقى المصفى دي كانت المسافات اللي بينها واسعه، فنزلت الايه؟ البذر. نفس الفكره، الجلوميرولر اللي بتبدا ان هي يحصل لها تلف، تبدا اللي هي المصفى دي تبدا توسعها شويه، فيبدا البروتين ان هو ايه؟ ينزل في البول. نفس فكره العصير، هو مش يعني مش بالظبط يعني، بس ايه؟ الفكره نفس الفكره.
المهم ده اللي بيحصل بالظبط. فبقول لك ان الدمج ده بيعمل الاون، بيسمح ليك اوف بروتين، بيسمح بيحصل تسريب في البروتين في البول اللي هو البروتين يوريا. بيقول لك البروتين يوريا ان بريجننسي از ديسكرايبد از بريسنس اوف اكبر من 300، اكبر من او يساوي 300 مللي جرام او اكتر. يعني بيقول لك ان البروتين يوريا دي بنعرفه او بنوصفه ان هو بيبقى اكبر من اكبر من او يساوي 300 مللي جرام من البروتين بيبقى نازل في البول، اللي هي كانت يا شباب اللي هي بوزيتيف واحد، اكبر من بوزيتيف واحد، لان زي ما شفنا في الساين والسيمتومز كانت البروتين اللي كانت حوالي اكبر من 300 كانت بلس واحد. تمام كده، هنركز على التمييز زي ما قلت لكم اللي هو الام مللي جرام. اوف يورين اند بروتين بير في 24 اور، يعني ده في ال 24 ساعه. المهم بعد كده رقم 3 الإديمة او الويت، بين قوسين كده اللي هو الوزن، يعني برضو لازم ده ان احنا نشخص الإديمة. المهم هنعرف دلوقتي ازاي. بيقول لك هم اصلا بقوا 3 انواع للإديمة. المهم بيقول لك اول نوع ده اللي هي الإديمة الفسيولوجيكال، بيقول لك it is may be manifested in the feet and ankle، يعني ممكن ان احنا نلاحظها بتبقى موجودة في الرجل وفي الانكل بتاع الرجل. تمام كده، دي ممكن تكون بسبب فسيولوجيكال due to pressure، بسبب فيسيولوجي. بيحصل ايه؟ بيحصل بريجر اوف ذا بريجننت يوترس، بيبدا الرحم بتاع الست الحامل دي يبدا ان هو يعمل بريجر، بيبدا ان هو يضغط عليه على البلفيك بين على الاورده بتاعه الحوض، فيسبب اديمه في الرجل. يبقى دي كده اسمها ايه؟ الفيسيولوجيكال اديما. تمام كده، او الاديما اللي هي ايه؟ اللي هي بتبقى موجوده في الرجل وفي الانكل بتاع الرجل. تمام كده، وتاني نوع معانا اللي هو الاكلت اديما، اللي هي الاديما المخفيه. ايه هي الاديمه المخفيه؟ بقول لك ان ذا انترنال اورجانز، يعني الانترنال الاديمه دي بتبقى موجوده في الاعضاء الداخليه بتاعت اللي هي بتبقى موجوده جوه الجسم، يعني بمعنى صح، فاهمين ازاي؟ ودي بقول لك از اوبزرفد باي سادن انكريز بودي ويت، يعني دي بنلاحظها بان الوزن بتاع الست الحامل بيبدا ان هو ايه؟ يزيد مره واحده. وده بيحصل، الزياده دي بتكون مفاجاه في الوزن وبتاثر على الاعضاء الداخليه بقى زي الكبد زي الكلى كل الحاجات دي. وبنلاحظها ازاي؟ بيقول زي ما قلنا عن طريق الوزن. بيقول لك ازاي؟ بيقول لك عن طريق زياده اكتر من 1 كيلو او 3 كيلو لكل شهر. تمام، تبقى زياده مفاجاه، يعني مثلا هي ماشيه بريت معين في الوقت في الزياده طبعا مع الدكتور، مره واحده ايه الزياده دي زادت عن 3 كيلو او كيلو كيلو كل اسبوع او 3 كيلو كل شهر. تمام كده، اور بريسنس اور او وجود جنرالز اديما، اللي هي بقى ايه؟ ثالث نوع من الاديما معانا اللي هو الجنرالز، اللي هي الاديما العامه اللي تبقى في الجسم كله. دي بيقول لك بتأفكتنج على الفالفا، بتأثر على الفالفا اللي هو شباب الفالفا. انا عرفنا لو نفتكر كده اول درس خالص في ايام الدلع بتاع النساء، الفالفا دي اللي هي كانت الاكسترنال جنتليا، اللي هي الحاجات الخارجيه بتاعت الجهاز التناسلي اللي احنا بنشوفها بالعين. فاكرين لما كنا لسه متدلعين في الاول كده وبناخد حاجات هبله؟ احنا نطور من اول الدرس ده كده، احنا نعتبر دخلنا في الايه؟ دخلنا في النساء بمعنى صح. فنبدا بقى الدروس اللي جايه باذن الله تقيله شويه، فايه نحاول نركز مع بعض كده عشان خاطر كل مبنى على بعضه. المهم بيقول لك وبتاثر على الفالفا واللور ابدومن، وبتاثر على البطن من تحت والفيس اند هاندز، وبتاثر على الوش والايدين. يبقى كده عرفنا ثلاث انواع من الاديمه، قولهم على السريع كده: الفسيولوجيكال اللي بتبقى موجوده في الفيت وفي الانكل، الاكلت اديما اللي بتبقى موجوده في الانترنال اورجانز في الاعضاء الداخليه، ثالث نوع الجنراليزد اديما اللي هي الاديما العامه دي بتاثر على الفالفا، بتاثر على اللور ابدومن، وبتاثر على الفيس، وبتاثر على اللي هو جنرالز حاجه عامه، يعني بتاثر على كل الحاجات اللي موجوده في الجسم. عرفنا ايه الساين، بعد كده نخش على السيمتوم. اول حاجه بقول لك هيدك ديو تو هايبر تنشن، بيقول لك بيحصل اول حاجه الاعراض بان هي بتبدا تقول انا عندي صداع، عندي صداع، والصداع ده بيبقى نتيجه لارتفاع الضغط، والصداع ده بيبقى بيقول لك غالبا في الفرونتال اند مي بي اوكسيبتال لوب، في الجزء الفرونتال اللي هو الامامي من الدماغ، والاوكسيبتال الجزء اللي ورا. عارفين يا شباب الاوكسيبتال الفرونتال؟ المهم تعالى برضو في صوره هجيبها لكم اهي، اهي ده الصوره، الاوكسيبتال ورا هو من الدماغ اللي هو اخر حته من الدماغ ورا اللي احنا بننام عليها دي، والفرونتال الحته اللي قدام اللي هي فوق الايه؟ اللي فوق الجبهه بتاعتنا. بعد كده بلورنج اوف فيجن، يحصل زغلله في العين، ده برضو بسبب ارتفاع الضغط. وبعد كده ايبيجاستيريا بين،
وجع في فم المعدة، في الفم في المعدة من فوق كده اللي هو تحت القفص الصدري، وده غالبا بيبقى ممكن يكون مشاكل في الكلية اللي عاملة الموضوع ده. والأوليجوريا بول قليل اللي هو بيبقى زي ما عرفنا أقل من 300 أو 400 مللي جرام في اليوم، أو 20 أو 30 مللي جرام في الساعة. دي الأوليجوريا. وأنيوريا اللي هو انقطاع في البول، وده كله بسبب أمراض الكلى اللي هي الكيدني باثولوجي. تمام كده. بعد كده آخر حاجة معانا اللي هي النوزيا والفومتنج، بتبدأ إنها يحصل لها ترجيع والشعور اللي هو الغثيان ده. بس كده. ده كده بالنسبة للساين والسيمتومز بتاعت البريكلامسيا. وادي الكلاسيفيكيشن عرفناها، عرفنا السيفير والمايلد وعرفنا الفرق بينهم. بعد كده بقى الكومبليكيشن اور بروجنوز اوف بريكلامسيا، ايه اللي هو التشخيص والمضاعفات يعني بتاعت البريكلامسيا. هما بيبقوا حاجتين، ماتيرنال حاجات لها علاقة بالأم، وفيتال لها علاقة بالجنين اللي في بطن الأم. نمسك أول حاجة كده الماتيرنال، بيقول لك اول حاجه بيحصل convulsions and coma بين قوسين كده اكلامسيا. واحد يقول لي يعني انت مش سألنا من شويه، واحد ده مركز شويه يقول لي انت مش سألنا من شويه يا مستر ان هو الكوما والكونفالجن كانت في لها علاقه بالاكلامسيا، ايه اللي خلاها مضاعفات للبري اكلامسيا؟ اقول له يا ابني ما انا قلت لك ان الاثنين مش مختلفين، ان دي هي دي الاكلامسيا، هي البري اكلامسيا، بس الاكلامسيا مرحله متطوره شويه، حصل لها بص حصل مضاعفات، فاهمين؟ حصل مضاعفات للبري اكلامسيا فحصل لها اكلامسيا، فاهم؟ فهو هنا من ضمن الكومبليكيشن بتاعت البريكلامسيا ان هي لما يحصل لها اكلامسيا هتبقى دايما بيحصل للست دي كونفولجن اند كوم بين قوسين، حتى هو كاتب لها بين قوسين الاكلامسيا. ودي بتحصل من 1 ل 2% من الحالات اللي عندهم بريكلامسيا. تمام كده. بعد كده سيريبرال هيموريدج اللي هو نزيف في الدماغ، وده بسبب زيادة الضغط في الأوعية الدموية اللي في المخ، فبالتالي زي ما بتتفجر حرفيا وبتبدأ إن يحصل نزيف في المخ. بعد كده رينال فيلير اللي هو فشل كلوي، وليفر فيلير اللي هو فشل في الكبد، وابروبشن اوف بلاسينتا اللي هو انفصال للمشيمة، وريزيدوال كرونيك هايبرتنشن ان اباوت ثيرد اوف كيز. يعني بيقول لك ان بيحصل ان الضغط ده بيبدا ان هو يقلب لكرونيك، بيبدا ان هو زي ما قلت لكم ان هو لو ما عملناش مانجمنت ليه وعرفنا نسيطر عليه والسيتي دخلت في الكومبليكيشن بتاعه البريك لمس، خلاص كده يبقى الموضوع ممكن ان هو يكمل معاها ويبدا ما يفضل معاها مدى الحياه، وده مدى الحياه، وده بيحصل لتلت الحالات اللي بيجي لهم بريك لمس. تمام كده. مش تلت الحالات اللي هي ايه الحالات الحوامل، لا الستات الحوامل اللي عندهم بري اكلامسيا تولتهم بيجي لهم الحاله دي اللي هي ممكن ان هم يحصل لهم ريزيدوال كرونيك هايبرتنشن ان هو يفضل مكمل معاهم طول عمره. بعد كده ريكارنت بري اكلامسيا ان نكست بريجنانسيز اللي هو ممكن يحصل تسمم حمل جديد للست اللي هي حصل لها قبل كده حمل في الحمل اللي بعد كده. يعني دلوقتي الست دي جالها مثلا اول مره البري اكلامسيا دي، فوارد جدا يحصل لها ريكارنت اللي هو يحصل لها مرة تانية لو ولدت تاني او جت تحمل تاني يحصل لها بريكلامسيا. بعد كده يحصل ريتينال ديتاتشمنت اللي هو انفصال في الشبكية، لان احنا عارفين يا شباب ان الاوردة والاوعية الدموية الشرايين والاوردة الدموية اللي بتبقى في العين بتبقى رفيعة خالص، فما بالك بقى الضغط بيزيد جامد، فبالتالي قوة الدفع بتاعت الدم بتبقى عالية، فبالتالي يحصل انفصال للشبكية تبدأ انها تتفصل. بعد كده هيموليتيك انيميا اللي هي انيميا الانحلاليه اللي هي بيحصل تدمير في الخلايا الدم الحمراء اللي هي الار بي سي اسمها الهيموليتيك، وحاجه اسمها هيلب سيندروم اللي هي متلازمه هيلب، دي هنعرفها بالتفصيل وشارحها لنا بس تحت. المهم هناخدها بس مش دلوقتي. بعد كده الفيتال هي الكومبليكيشن اللي بتحصل بقى للجنين. اول حاجه بقول لك انترا تراين جروث تراديشن، هيبدا يحصل تاخر في النمو داخل الرحم، هيبدا الطفل ان هو ما يحصلوش النمو الكامل او الطبيعي اللي بيحصل لكل الاطفال. ليه؟ لان زي ما احنا عارفين الضغط لما بيزيد بسبب الحوار اللي احنا قلنا عليه اللي هو الزوير ارتري اللي هي حصل انفيجن بسبب التروفوبلاست، وحصل وبالتالي الانقباض ده هيبدا ان هو ما هيقفل تدفق الدم اللي رايح للطفل واخد التغذيه ورايح على الطفل، فبالتالي ما الضغط نفسه هيبقى فاهمين ازاي هيبقى مش واصل كفايه للرحم. ضغط الدم اللي هو والتغذيه اللي فيه من كتر ضغط الدم اقصد، يعني التغذيه مش هتبقى رايحه للطفل بشكل كافي.
فبالتالي هيحصل تأخر في النمو اللي هو intrauterine growth retardation او IUGR. بعد كده يحصل intrauterine fetal death، هيحصل موت للجنين ده داخل الرحم. ممكن برضو يحصل prematurity اللي هو يحصل الولادة مبكرة and its complication، ودي المضاعفات بتاعتها. هيبقى اول حاجة respiratory distress اللي هو ضيق في التنفس اللي هو الار دي، سواء كان من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة. وبعد كده اتش اللي هو الهيموريدج اند انفكشن ان ذا نيوبورن، ممكن يحصل عدوى او هيموريدج للطفل ده. بعد كده بقى متلازمة هيلب او الهيلب سندروم. قبل بس ما نخش فيها اكتبوا بس على سؤال الكومبليكيشن ده، ان هو مهم لانه موجود في اسئله البنك وكده، سؤال مهم يعني. المهم بعد كده الهيلب زي ما قلنا اللي هي متلازمه الهيلب دي، بيقول لك ان هي جروب اوف سيمتومز ذات اوكر للبريجننت وومن، يعني هي بتبقى مجموعه من الاعراض بتحصل للست الحامل. اول ثلاث اعراض هم المفروض من ضمن الساين يعني، بس انا مش كاتب لك ان هم الساين، بس المهم ان هم ماشيهم. اللي هو ليه سميناها هيلب اصلا، لانها بنجمعها في ثلاث حاجات للـ H والـ L والـ LB. اول حاجه الـ H اختصار للهيموليسيس، اللي هو تكسير في كرات الدم الحمراء، بيقول لك بريكن داون في الـ Red Blood Cells، تكسير في كرات الدم الحمراء. بعد كده الـ EL اللي هي Elevated Liver Enzyme، زياده في الانزيمات بتاعه الكبد اللي هم الـ ALT والـ AST، دول بالتحديد اللي بيحصل فيهم الزياده. وال LB اللي هي اختصار للو بليتليت كاونت، اللي هو عدد الصفائح الدمويه بيحصل فيها انخفاض في عدد الصفائح الدمويه. وطالما حصل انخفاض في عدد الصفائح الدمويه، يبقى بالتالي الست دي عرضه ان هي يجي لها ايه، نزيف. نزيف مش وسخ يا شباب، خلي بالكم. انا اسف. فبالتالي طالما في نزيف، فبالتالي الست دي مش هيجي لها جلطه، يبقى ايه، جلطه ومش هتتكرر. فخلاص بقى سامحوني على اللي انا قلت ده. نيجي بعد كده على السيمتومز. بقول لك، لا بقول لك قبلها، بقول لك ان الهيلب دي اوكر ان 10 اور 20% اوف بريجننت وومن، يعني الستات الحوامل اللي هم بيجي لهم بري اكلامسيا او اكلامسيا عرضه ان هم يجي لهم يحصل لهم متلازمه هيلب دي بنسبه 10 ل 20%. تمام كده، الرقم ده مهم فخلي بالكم منه، من 10 ل 20%. يبقى هيلب بتيجي لكم في الستات الحوامل؟ من 10 ل 20% من الستات الحوامل اللي عندهم بري اكلامسيا او اكلامسيا. بعد كده بقى السيمتومز اللي بتبدا تظهر على الست الحامل بتيجي تقولها للدكتور، اللي هو فاتيج اند فيلينج انويل، الشعور بالتعب اللي هو تحس ان جسمها تعبان، والفيلينج انويل اللي هو انا حاسه ان انا مش تمام، اللي هو تقول لك انا حاسه ان انا مش مظبوطه يا دكتور، حاسه ان انا اللي هو مش مرتاحه بمعنى صح. بعد كده الفلويد ريتينشن اند اكسس ويت جين، فلويد ريتينشن هو احتباس في البول اند اكسسون، وزياده في الوزن. فبالتالي دول كده دول علامات الايه، الاديما معروفه يعني، خلاص احنا عرفنا ان الاديما بتيجي نتيجه للفلويد ريتينشن اند الويت اكسس، وزياده في الوزن بطريقه كبيره. بعد كده هيدك، صداع، ونوزيا اند فومتنج ذات كونتينوس تو جيت وورس، في غثيان وترجيع، بيفضلوا الوقت يعني بيفضلوا المده طويله، وطول لما المده بتزيد الوضع بيزداد سوء اكتر، اللي هو جيت وورس بيزداد سوء. تمام، بعد كده يبقى جاستريك بين، وجع في فم المعده. خلاص يعتبر الحاجات دي ثابته معانا في كل السيمتومز بتاعتنا في درس البريك لامس ده، اللي هو ايه، اللي هو النوزيا فومتنج هيدك يبقى جاستريك بين، نوزيا فومتنج يبقى تاني نوزيا فومتنج هيدك يبقى جاستريك بين، ثابتين في كله. واخر حاجه السيجر اند الكونفلجن اللي هو التشنجات او الصرع، ودي بتبقى نادره جدا جدا، ما بتحصلش كتير يعني. تمام كده فهمنا ايه هي الهيلب سيندروم. نيجي بعد كده على المانجمنت، ازاي نعمل مانجمنت للمايلد بري اكلامسيا. بيقول لك the only way to cure بري اكلامسيا to deliver the baby، يعني الحل الوحيد ان عشان نعالج البري اكلامسيا او المايلد بري اكلامسيا ان احنا نولد البيبي، ان احنا نعمل ترمينيشن يا شباب، اللي هو نولد الطفل ونخلص الموضوع ده. بيقول لك if baby is developed enough، لو الطفل ده كان كبير بشكل كافي، اللي هو بعد 36 اسبوع او بعد 37 اسبوع or later بنولده، اللي هو كده بيبقى عنده developed enough، اللي هو يعني كبر بشكل كافي ان احنا نولده، ان هو ما هيموتش يعني بعد ما ايه، او ممكن محتاجش نيكيو اللي هو حيضانات يعني. بيقول لك البريجننت وومن may receive medicines to help trigger the labor، يعني بنبدا ندي الام ادويه بتعمل تحفيز للرحم ان هو يعمل كونتراكشن، اللي هو الاكسيتوسين الصناعي،
نبدأ نديه الأم عشان يعمل تريجر إن هو يبدأ يحفز الليبر وتبدأ الست في إنها تولد. أو ممكن إن احنا نحتاج لي سيزيريان سكشن اللي هو ولادة قيصرية، تمام كده. بقول لك طب لو البيبي ده ما كانش كبير بشكل كافي، بقول لك اندي وومن والمو والست الحامل دي كانت في المايلد بري اكلامسيا، كانت في الحاله اللي هي المايلد وقتها. بقول لك ان ذا ديزيز كان اوفن بي مانجد ات هوم، ممكن ان احنا نعمل كنترول او نسيطر على المرض ده اللي هو البري اكلامسيا، المايلد بري اكلامسيا، وهي في البيت عادي لعند لما البيبي هاز ا جود تشانس تو سرفايفنج، لعند ما البيبي ده يبقى قادر ان هو يعني لما يتولد ما يكونش ميت، ما يموتش يعني، اللي هو يبقى ايه على قيد الحياة افتر دليفري بعد الولادة. بقول لك في حبة حاجات بقى الممرضة لازم انها تقولها للست الحامل، should be instructed the woman about. اول حاجة وده ممكن يجي سؤال اكمل يا شباب في اول 9 نقط، ممكن مشهورين اوي التسع نقط الاولانيين. المهم بيقول لك decrease the activity and promote the bedrest، يعني تقلل الانشطة بتاعتها، وكذلك promote the bedrest انها تنام على السرير تستريح يعني في السرير بتاعها. بعد كده نقول لها lie in left lateral position، تنام على جنبها الشمال عشان ده بيحسن من تدفق الدم اللي راح للمشيمة، فبيقلل شوية من الضغط. بعد كده بيقول لك remain quiet and calm، يعني remain اللي هو تبدأ تفضل يعني هادية وما تتعصبش، and restrict نعمل restrict لل visitors and phone calls، ونمنع خالص اي حد يزورها او اي تليفونات اي مكالمات التليفون يعني تتصل على حد او حد يتصل بيها، لان ده ممكن يزود لها ايه التوتر، يعني اللي هو ممكن واحد يتصل على واحده تقعد تخوفها بقى وتقول لها لا ده انت كده، فاهمين شغل الستات ده. فنمنع خالص موضوع الايه الفيزيتورز والفون كول، تمام كده. بعد كده الويت ديلي ات ذا سيم تايم، اللي هي تقيس الوزن بتاعها كل يوم في نفس الميعاد عشان نشوف لو كان في نسبه سوائل زادت او اديمه، بمعنى اصح تشوف في اديمه ولا لا، عشان لو كانت الاديمه دي كانت انترنال اديمه، اديمه داخليه بتاثر على الاجزاء على الاجزاء الداخليه في جسم الست الحامل. بعد كده رحنا فين؟ keep record of fetal movement، نسجل حد نقول لها ان انت تسجلي حركه الطفل، هتحرك كم حركه في بطنك، اللي احنا عارفين النورمال رينج بتاعها بيبقى حوالي عن 10 حركات في ال 12 ساعه زي ما خدنا قبل كده، اللي هي اسمها الكيك كاونت، تمام كده. بعد كده بقول لك تشيك يورين فور بروتين، نفحص انها تشوف نسبه البروتين في البول. وطب هتعملها ازاي؟ بص يا شباب مش شرط خالص انها تروح المعمل، ممكن في حاجه كده بيعملوها ان هو بيجيبوا اليورين بتاعهم يحطوه في تيوب كده انبوبه ويبداوا ان هم يعملوا لها بويلنج يغلوها، فلو لقيناها جلطت لو حصل فيها تجلط، نسبه التجلط دي بقى بالدليل على كميه البروتين اللي جواها. طبعا مش اكيوريت، مش حاجه مؤكده اللي هي سبيسيفيك، لا هي حاجه ايه انديكيت كده، مؤشر ان في بروتين في البول ولا ما فيش، تمام كده. بيجيبوها وبيبداوا ان هم يحطوها في انبوبه، يبداوا ان هم ايه يغلوا البول ده، فلو حصل كواجوليشن تجلط فيه فده ايه دليل على وجود بروتين، تمام كده. بعد كده الفريكوينت دكتور فيزيتس تو ميك شور، يعني تروح للزيارات بتاعتها اللي هو جدول الزيارات، تروح باستمرار على حسب ما الجدول اللي احنا ماشيين عليه اللي عشان نطمن على الطفل، صحه الطفل اند صحه وصحه الام برضو، ان هي ماشيه بصحه بحاله جيده يعني دوينج ويل، كله ماشي تمام. بعد كده الميديسن تو لور بلاد بريشر، يعني انتهى نقول لها تاخد ادويه، يعني انا مش فاهم يعني هي المفروض اصلا ما تتكتبش، لان غلط اصلا ان هي مش في كل الحالات. طب هو بس كويس يعني هو كاتب لك ايه سام تايمز بعض الاحيان، يعني لازم استشاره الطبيب، يعني مش عشان خاطر الضغط بتاع الحمل زياده عندها يبقى تروح تاخد اي حاجه دايريتكس، يعني ما كان الموضوع اتحل بقى وخلاص، اي واحده يبقى عندها سكر يجي لها ضغط حمل اسف تروح تاخد دايريتكس اي حاجه تقلل الضغط، لا طبعا ده ممكن يعمل كومبليكيشن خطيره جدا. فيعني بقول لك انا بعض الاحيان يعني لما الدكتور اللي بيحددها، خصوصا يعني غالبا بتبقى في الحالات السيفير قوي، تمام كده، مش اي هبل وخلاص تروح تاخد اي دواء بيقلل الضغط، تمام كده. فلازم برضو ايه تبقى عارفه النقطه دي كويس قوي. بعد كده السيديتيف دراجز اللي هي تاخد ادويه مهدئه شويه عشان تقلل التوتر من عندها، وبالتالي الضغط يبقى عندها قليل شويه.
بعد كده نقول لها دايتري موديفيكيشن، ان هو تعمل بعض التعديلات على الغذاء بتاعها. زي ايه يا عم؟ هنقول لها تزود البروتين انتيك. طبعا طبعا طبعا. ليه؟ لان البروتين قل، فانت شايف كميه البروتين اللي نازله في البول قد ايه. فهنقول لها تاخد حوالي من 70 ل 80 جرام كل يوم عشان نعوض اللي مفقود. وتتجنب الكافيين، تتجنب اي شرب اي حاجه فيها كافيين. ليه؟ لان الكافيين معروف ان هو بايه، بيزود البلاد بريشر. تمام كده. بعد كده نقول لها drinking plenty of water، تشرب ميه كتير عشان تحسن الدوره الدمويه عندها. وتاكل eating less salt، ليه؟ تاكل حاجات الحوادق، تقلل من نسبه الحوادق اللي هي بتاخدها، لان احنا عارفين اي حاجه سلطي او اي حاجه حادقه فيها املاح بتعمل ووتر ريتنشن، بتحبس الميه، فبالتالي يحصل ايه؟ هيحصل ايديد. تمام كده. نيجي بعد كده بقى للنيرسينج مانجمنت ات هوسبيتال مي انكلود، اللي هو دور التمريض، دورنا كتمريض لو الست دي محجوزه في المستشفى. طبعا السؤال ده مهم قوي، ومشهور قوي 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 في سلسله الجنوب، فنركز كده مع بعض. اول حاجه بقول لك بروفايد فور كوايت انفايرمنت اند ريست. اول حاجه هنخلي البيئه بتاعت المستشفى والاوضه اللي قاعده فيها هاديه، ما فيهاش ضوضاء، عشان خاطر ايه؟ تبقى هاديه شويه، تبقى السيت دي ريست، وبالتالي التوتر هيقل، وبالتالي البلد بريشر هيبقى قليل شويه. بعد كده هنكسبلين بلانز، هنبدا نشرح لها الخطط اللي احنا هنعملها في اليوم، هنقيس لها ايه وهنعمل لها ايه، كل الحاجات اللي احنا ايه هنعملها في الشفت بتاعنا نبدا نشرحها لها. بعد كده هنقول لها هنجيف هيم ابروفايد ايموشنال سبورت، هنديها بعض الدعم العاطفي، اللي هو نبدا نقول لها نصبرها ونحاول نطمنها ونقول لها ان شاء الله تبقى كويسه، والكلام اللي هو ايه بيهدي الناس. ده الكلام ده مهم جدا جدا يا شباب، وفعلا بيفرق مع الست، واحنا ده دورنا كتمريض اساسا قبل اي حاجه. بعد كده بيد ريست ان ليفت اور رايت لاترال بوزيشن، هنحط الست، هنخليها تنام في وضع الليفت اند رايت، يعني على جنبها اليمين او جنبها الشمال، المهم ما تنامش على ظهرها. ده هيقلل من انها الضغط يزيد يعني، وهيسهل تدفق الدم اللي رايح للايه، لليوترس. بعد كده كلوز مونيتورنج فور ذا مادر اند بيبي، وبعد كده هنبدا ان احنا نقيس الضغط بتاع الام ده، اللي هو كلوز مونيتورنج، اللي هو هنقيس عن اور، نفضل كل شويه قريبين منها، يعني كل شويه نقيس لها، نطمن بقى على الضغط بتاعها وضربات القلب بتاعتها، وكذلك الطفل، نشوف ضربات القلب بتاعته تمام، الطفل بيتحرك ولا متحرك، نسال الام، وهكذا. بعد كده تشيك البلود بريشر فريكوينتلي، يعني هنبدا ان احنا نفحص كل شويه ضغط الدم بشكل مستمر، كل ساعه مثلا على حسب ما الدكتور يبقى كاتب. بعد كده اسس للريفلكسز، اللي هو نشوف الردود الفعل بتاعتها، نشوف مثلا زي رد الفعل بتاع الركبه، اللي هو نخبط خبطه كده عند الركبه من فوق، من عند الرطفه كده، ونشوف الرجل هتطلع لبره زي اي حد طبيعي. لو جه نخبط كده عند الركبه من فوق كده، من عند فوق الرطفه بالظبط، هنلاقي الرجل بتطلع لقدام. فلو ده تمام، يبقى ده دليل ان النيرف في الرجل بتاعتها كويسه والدنيا تمام. واي ريفلكس تاني بقى. بعد كده اسس سبجكتيف سيمتومز، هنبدا ان احنا نشوف لها بتشتكي من اي حاجه، اي اعراض بتشتكي منها، زي ايه؟ زي الهيدك، الصداع، وبعد كده الفيجوال ديستربنس، اي اضطراب بصري زي الزغلله او كده، وده في المرحله السيفير. بعد كده بقول لك تشيك اورلي اوتبوت، نفحص كل شويه اليورين اوتبوت بتاعها. ثواني كده وجاي، معلش. بعد كده نرجع، وقفنا عند الفيتال، عند التشيك اور الاوت بوت، نشوف اليورين اوت بوت بتاعها كل ساعه. ليه؟ لان نشوف في كميه البول قد ايه، لان ده هيحدد اذا كانت الست دي اوليوريا، عندها كميه البول قليله، او انيوريا، يعني مفيش بول خالص. تمام كده. بعد كده كاونت فيتال موفمنت، هنحسب، هنقول لها نسألها يعني على عدد مرات حركة الطفل جوه البطن، عشان لو قلت نبدأ ان احنا نبلغ الدكتور او كده، اللي هم احنا عارفين النورمال بتاعهم من 10، كل 10 ضربات في 12 ساعة. بعد كده الديب ستيك فور بروتين، اللي هو تركيز البروتين في البول، نبدا ان احنا عرفنا ازاي عن طريق بس هنا بقى الديب ستيك بقى، بس غير لما في المستشفى بنعمله، اللي هو ايه، بنعمله كتحليل يعني. تمام. وعرفنا في المايلد بيبقى بوزيتيف واحد، في السيفير بيبقى من اتنين لتلاته. تمام كده. بعد كده رحنا فين؟ ماشي. بعد كده الويت ديلي جيف انتي هايبرتنسيف دراجز، يعني نقيس الوزن كل يوم، لو لقيناه بيزيد كتير او في زياده بطريقه ملحوظه، فده دليل ان في جوه اديما، سواء كانت بقى جنرال اديما، سواء كانت انترنال اديما،
او كانت اكسترنال او كانت اسف سيرجيكال ايديوم اللي هي بتحصل في الرجل وفي الانكل بتاع الرجل. تمام كده. تمام. بعد كده بقول لك هنجيب انتي هايبرتنسيف دراج، هندي ادويه خافضه للضغط، وبرده ده باستشاره من الدكتور لان هو اللي هيحدد سواء كانت الحاله سيفير ولا مش سيفير ولا ايه الدنيا. مش ندي كده وخلاص. تمام كده. بعد كده هندمستر انتي كونفالسيف او انتي كونفالسنت ميديكيشن زي المغنيسيوم سلفات اللي هو ادويه مضاده للتشنجات. زي ايه؟ زي المغنيسيوم سلفات. المغنيسيوم سلفات يا شباب دور ان هو بيعمل استرخاء في الاوعيه الدمويه، فبالتالي بقلل من الكونتراكشن بتاع التشنجات يعني، فبالتالي ما يحصلش تشنج. تمام. فده دور المغنيسيوم سلفات اللي هو بيعمله في الاوعيه الدمويه، ان هو بيعمل لها بس مجرد استرخاء كده عشان ما يحصلش كونفالجن. تمام كده. بعد كده هندي ادمنستر سيديتيف، هندي حاجات مهدئه زي ايه؟ زي الدايزبام. تمام. بعد كده هندي حاجه اسمها استرويد انجكشن. امتى بقى هنديها؟ امتى الاسترويد انجكشن دي او حقن الاسترويد؟ هنديها بقول لك بعد الاسبوع ال 24. هو المفروض من الاسبوع ال 24 للاسبوع ال 34. ليه يا عم؟ هنعرف دلوقتي. ده بيقول لك ان هو بيهلب سبيد اب ذا ديفلوبمنت اوف ذا بيبي لانجز. لا ده لانه ده بيسرع من نمو اللنج بتاعت الطفل، الرئه بتاعت الطفل. فيبقى الاسترويد ده بيعمل ايه؟ بنديه للطفل من عمر 24 اسبوع لعند ال 34 اسبوع. ليه؟ لان بعد 30 اسبوع، بعد ال 34 اسبوع اوريدي بتبقى اللنج اتكونت. تمام. قبل ال 24 ما بيبقاش في لنج اصلا وما ينفعش الطفل يتولد. فمن الفتره دي من بعد ال 24 اسبوع لعند ال 34 اسبوع بنبدا ندي الاسترويد. الاسترويد ده بيبدا ان هو يدخل الرئه ويبدا ان هو يعمل في زي ما تكون كده اللي هو بينفخ الرئه، اللي هو كيس الرئه كده بيخليه منفوخ عشان الطفل ده يستقبل عمليه يعني يسهل من عمليه الاكسجين بتاعه الانهاليشن والاكسهاليشن، فيتنفس بشكل طبيعي يعني. تمام. فبندي ستيرويد انجكشن. خلي بالكم النقطه دي اسمها ستيرويد انجكشن. بنديها امتى؟ بعد الاسبوع ال 24، بعد الاسبوع، بعد ال 24 اسبوع. ماشي. ده بيسهل من تسريع النمو بتاع اللنج، فبيسهل من عمليه الايه؟ من عمليه التنفس. اخر حاجه بقول لك كيب امرجنسي سبلايز افيلابل. هنخلي اي حاجه اللي هي الامدادات بتاعت الامرجنسي زي ايه؟ زي الجهاز صدمات الكهربائيه اللي هو سي بي ار، والادويه بتاعت لو حصل لا قدر الله ارست او كده نحضر، يبقى جنبنا في ادرينالين، يبقى في مثلا صوديوم بايكارب، كل الحاجات اللي هي ايه بنستخدمها في الطوارئ دي. تمام كده. ده كده بالنسبه ده كله، بالنسبه ده كله في الايه؟ في المايلد بري اكلامسيا. تمام كده. نيجي بقى بعد كده على المانجمنت بتاعت السيفير بري اكلامسيا. اول حاجه الهوسبيتاليزيشن اللي هو العلاج في المستشفى. اول حاجه بريفنشن اوف اكلامسيا، نمنع من حدوث ان يحصل اكلامسيا، اللي هو احنا لسه في مرحله البري اكلامسيا بس دي في السيفير. نمنع بقى عن طريق الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، نبدا نعمل لها مانجمنت وبالتالي ما نوصلش لمرحله الاكلامسيا. تمام كده. ونعمل ترمينيشن اوف بريجننسي، خلاص ننهي الحمل ان احنا نولد الام ونشيل الطفل والمشيمه، وبالتالي الاعراض هتبدا تقل. تمام كده. او المضاعفات هتبدا تقل. بعد كده البريفنشن اوف اكلامبيك سيجر، اللي هو نمنع من حدوث تسمم، اللي هو اللي هي النوبات اللي بتبقى اللي هي التشنجات الشديده اللي بتحصل نتيجه الايه؟ الاكلامسيا. تمام كده. يبقى دلوقتي احنا عاوزين نفرق بس تاني بين الاكلامسيا والبري اكلامسيا، الفرق الجوهري اللي بينهم. في البري اكلامسيا ما بيحصلش تشنجات، في الاكلامسيا اول لما يحصل تشنجات يبقى كده الست دي دخلت فيك اللي هي الكونفالجن يعني، يبقى كده الست دي دخلت في اكلامسيا. تمام كده. تمام. بعد كده عن طريق ممكن نقول لك ان السيجر كان بي بريفنت باي يوزنج مغنيسيوم سلفيت، يعني ممكن ان احنا نمنع من حدوث التشنجات دي او النوبات دي عن طريق ان احنا ممكن ندي مغنيسيوم سلفيت او بوتنت انتي هايبرتنسيف، او ان احنا ندي حاجات بتقلل الضغط. تمام كده. وعرفنا ازاي نديها وامتى نديها وليه ما نديهاش. المهم جرعه بقى المغنيسيوم سلفيت، اول حاجه بقول لك في جرعتين، في اللودنج دوز وفي المينتنس دوز. تمام كده. اللودنج دوز اللي هي بتبقى اول جرعه يا شباب، ودايما بتبقى اكبر جرعه. ليه بنديها؟ لان التاثير العلاجي بيكون اسرع وبيوصل البيك بتاعه بسرعه يعني. المهم بقول لك في اللودنج دوز دي اللي هي بتبقى حوالي 4 ل 6 سم 6 جرام
diluted in 100 ملي اوف جلوكوز 5%، يعني بنبدا ان احنا ناخد حوالي 6 جرام او 6 سنتي او 4 سنتي من المغنيسيوم سلفات ده، ونبدا ان احنا ندوبه فيه او نحله فيه 100 سنتي من الجلوكوز 5%، ونبدا ان احنا ندي للست الحامل دي بس ما ندهوش شوك، نديه على مدى قد ايه؟ انجكتد اوفر من 15 ل 20 دقيقه. تمام كده، ما ندهوش شوت يا شباب كده، لا لازم يمشي بريت معين اللي هو من 15 ل 20 سنتي في الدقيقه. تمام كده، بعد كده المينتيننس دوز اللي هي الجرعه اللي بعد كده، اللي هي دايما الجرعه دي بتبقى بعد اللودنج دوز، بنبدا ان احنا نديها للعيان عشان نحافظ على تركيز الدواء في الدم لاكبر فتره. ماشي، وغالبا بنمشيه على انفيوجن او سيرنج بامب او انفيوجن بامب. تمام كده، اللي هو المضخه، مضخه المحاليل. تمام كده، بقول لك ان المينتيننس دوز دي بين انفيوجن اوف 2 جرام بير اور، يعني بنمشي حوالي 2 جرام كل ساعه كونتينوس انفيوجن بضخ مستمر عن طريق الضخ المستمر، وبرده بندوب الجلوكوز بنبقى مدوبينه، او الاسف بنبقى مدوبين المغنيسيوم في جلوكوز 5% على حسب ما الدكتور كاتب الجرعه. بعد كده بقول لك هنعمل ميجرمنت للسيرم مغنيسيوم ليفل افري 4 اور 6 اور، هنبدا ان احنا نقيس مستوى المغنيسيوم في الدم كل 4 من 4 ل 6 ساعات. This indicated when there is oliguria. بنعمل ده امتى؟ بنعمله لما يبقى فيه oliguria. تمام كده، في بول قليل. المينتنس دوز اوف مغنيسيوم سلفات كان بي جيفن اي ام، ممكن ان احنا بدل ما لو مثلا مش الست دي ما عندهاش وريد او مش مركب تركب لها سنتر لاين، ممكن ان احنا ندي المغنيسيوم ده اي ام الجرعه المينتنس. تمام كده، بنديها كل 4 ساعات، بندي 5 جرام من السوليوشن تركيز 50%. الامبول بيبقى 10 مللي. بصوا انا جبت لكم شكله تقريبا، انا عمري ما شفتوش قبل كده في مصر، يعني هو ده بيبقى شكله. هو ده، انا ما شفتوش قبل كده في مصر، انا اللي بشوفه اللي بيبقى 10 في 10 وبيبقى لونه بني ده. المهم ان بيبقى فيه كده، بيبقى فيه مغنيسيوم، بيبقى التركيز بتاعه السوليوشن بتاعه 50%، والامبول بيبقى 10 مللي. تمام كده، ده كده بالنسبه للبري اكلامسيا وما يخص البري اكلامسيا. نيجي بقى على الاكلامسيا نفسها. بيقول لك ان هي لايف ثريتنج كومبليكيشن. ثواني كده، هو المايك مش شغال ولا ايه؟ مش شغال، ثواني كده. تمام كده اشتغل، ماشي. بقول لك ان الاكلامسيا هي لايف ثريتنج كومبليكيشن اوف بريجننسي، يعني هي بتبقى من مضاعفات الحمل اللي ممكن انها تموت الام او تهدد حياه الام. بعد كده بقول لك ان الكاركترايزد بتاعتها انها بتتميز بهاي بلاد بريشر، الضغط بيبقى عالي فيها. تمام، عارفين ده، وبروتين انيورين ده اكيد. يبقى اول اتنين دول كده مفروغين منهم وكلنا عارفينهم ان هم بيبقوا موجودين سواء في الاكلامسيا او البري اكلامسيا. اللي بيميز بقى الاكلامسيا ايه عن يعني البري اكلامسيا، ان بيبقى فيه سيجرز اللي هي تشنجات او صرع، تشنجات شديده يعني او صرع، او كوما اللي هي غيبوبه. تمام كده، ده اللي بيميز الاكلامسيا. الانسيدنس بتاعها، الحدوث بتاعها، بيقول لك ان هي less than 1 in 1000 women، يعني بيقول لك ان هي بتحصل لي ست واحده من 1000 ست عندها بري اكلامسيا، يعني في واحد 1000 ست عندهم بري اكلامسيا، ممكن واحده بس يحصل لها ايه الاكلامسيا دي، انها المضاعفات بتاعه البري اكلامسيا تحصل لها وتخش في مرحله الايه الاكلامسيا. تمام كده، بيقول لك ان هي ديفلوب ويل ديفلوب اكلامسيا اور كونفالجنز او سير او كوما، يعني ممكن انها تتطور البري اكلامسيا دي، انها ممكن انها تتطور وتوصل لمرحله الاكلامسيا اللي هي مرحله التشنجات او الصرع او الغيبوبه. ماشي كده، بعد كده في عندك اربع مراحل من الاكلامسيا اسمهم الستيج اوف اكلامسيا، هم فور ستيج. اول مرحله معانا اللي هي البريمونتوري ستيج، اللي هي المرحله الاولى، وديت اول لما بتيجي للست الحامل بتبدا انها تنبهنا ان في تشنجات هتحصل بعد كده. بعد قد ايه؟ بعد نص دقيقه. هو كاتب لك هنا 1/2 اللي هو نص دقيقه يا شباب. تمام كده، يبقى اول حاجه بتحصل في التشنجات دي ايه، او اول مرحله دي بيحصل فيها ايه؟ الاي بيحصل لها رولد اب، بتبدا الاي انها ترتفع لفوق كده. عارفين اللي هو البياض بتاع العين بتطلع لفوق قوي ويبقى البياض بس هو اللي باين. تعال نبص كده في صوره انا جبتها اهي، شايفين الصوره دي؟
هي دي العين بتاعت السيتي دي، البيوبل نفسها طالعه لفوق واللي باين بس البيوت. اول لما نشوف كده يبقى خلاص السيتي دي مؤشر ان السيتي دي هتخش في التشنجات بتاعت الايه الاكلامسيا. اوت ويتشز اوف فيس اند هاندز، ممكن يحصل تشنجات للوش والايد، هم اول حاجه بيظهر عليهم التشنجات برضو. ده كده بالنسبه لي اول مرحله. تمام كده، تاني مرحله معانا اسمها التونيك ستيج، ودي برضو مدتها نص دقيقه، وده بيحصل تشنجات في العضلات بتاعت الجسم كلها، بيحصل جنرالايز تونيك سباز، بيحصل تشنج في الجسم كله. وبيبقى التشنج ده مصاحب ليه ساينوزس، بيبدا الوش ان هو يحصل له ساينوز، بيبدا ان هو يزرق. وكذلك اهم حاجه اول حاجه بيبان عليها اللبسه شباب اللي هي الشفايف والطنج، بعد كده الوش بيبدا ان هو ايه يزرق هو كمان. والطنج هيحصل له ايه؟ بيقول لك ان الطنج ميد بيبتنج، يعني ممكن انها تعدي على لسانها بتوين ذا كلينش تيتس، يعني وهي اثناء التشنجات وكده بيبدا ان العضلات الجسم بقى بيبدا يشد، فممكن انها تقفل سنانها على لسانها، فممكن انها تعور لسانها يعني. تمام كده، ده بالنسبه لتاني مرحله اللي هي التونيك ستيج. بعد كده في مرحله اسمها كلونيك ستيج. تمام كده، عشان بس ما نلخبطش تعالى كده ايه نوصلهم ببعض. يبقى اول مرحله جايه من اسمها اللي هي البريمونتري، دي جايه من كلمه برايمري، فهي اول مرحله عشان ما نلخبطش بس يا شباب بالله عليكم، لان ده ممكن يجي في لخبطه كتير فاكمل. تمام كده، يبقى اول مرحله اللي هي البريمونتري، دي اول مرحله جايه من اسمها اللي هي البرايمري. تونيك ستيج دي ثاني مرحله ومدتها نص دقيقه، اللي بعدها الكولونيك. بصوا كلمه تونيك منتهيه بحرف السي، هنبدا بقى المرحله اللي بعد كده برضه بحرف السي اللي هي الكولونيك، فاهمين ازاي؟ عشان بس ما نعكسش بين الاثنين لان الاسمين قريبين من بعض، وحاليا مع لما نخلص المنهج هتكونوا اتلخبطتوا فيهم، فاربطوهم بكده عشان ما تنسوش بالله عليكم. يبقى التونيك اخرها سي، بعدها الكولونيك اولها سي. تمام كده، ودي مدتها من دقيقه لدقيقتين. يبقى الاول اتنين كان مدتهم قد ايه؟ كان مدتهم نص دقيقه، دي ممكن المده بتاعتها تبدا من دقيقه لدقيقتين. تمام كده، بيحصل ايه بقى في المرحله دي؟ بيبدا يحصل كونفلجنز، بيبدا يحصل تشنجات، بيبدا يحصل تانج مي بيتن، برده ممكن يحصل انها تعدي على لسانها، وعرفنا ازاي. ممكن برده يحصل للوش ان هو الفيس از كونجستد اند ساينوز، بيبدا الوش يحصل له احتقان كده، اللي هو عارفين انتوا لما تبقوا متعودين على شكل واحد ويبدا مره واحده يتعب كده، يحصل له مرض مثلا معين او كده، فتقول له انت مالك وشك متغير ليه؟ انت باين عليك التعب. هو بيبقى كونجستد حاجه شبه كده يعني، بيبقى باين على وشها تعب قوي يعني. اند ساينوز اللي هو بيبقى مزرق، والكونجكتيفال كونجكشن ممكن يحصل برضو، والكونجكتيفال اللي هي البيوض بتاع العين اللي هي الملتحمه دي، برضو في صوره ايه وريت لكم شكله بيبقى عامل ازاي، تعالوا كده نبص عليها اهي، شايفين شكل العين عامله ازاي؟ ده كده بتبقى كونجستد او فيها التهابات يعني، بتبقى محمره يعني، او اللي هو بيبقى فيها شكلها ابنورمال يعني، حاجه مش طبيعيه. بعد كده البلاد ستين فروث فروم ماوس، بيبدا يحصل رغاوي، الرغاوي دي بتبقى بتطلع من جنبين البق كده، بيبقوا فيهم دم، فاهمين ازاي؟ الرغاوي بدم، عارفين احنا المنظر ده بيبقى في الافلام ولما حد والقرف ده كله. المهم هو بيبقى الشكل ده، فربنا يعافينا ويعافيكم جميعا يا رب. النفس بتاعها هيبقى في حاجه اسمها استيريتوريوس، اللي هو بيبقى الصوت بتاعها، صوت النفس بتاعها يا جدعان تحس ان هو كده ايه، في مش عارف ولا شخير كده، اللي هو مش بالمعنى الحرفي، اللي هو بصوا عارفين بيبقى فيه كده طالع بحشرجه جامده، اللي هو شفته لما فيلم بيبقى مثلا في الفيلم الاجنبي لما واحده يبقى لابسها جن ولا عفريت ولا كده، بيبدا كده ان هو فيه كده نفس بيطلع بحشرجه كده، وتحس ان هو فاهمين اللي هو بيبقى تحس ان هو طالع بشخير كده، هو بيبقى شبه كده تقريبا يعني، اسمه ستيرتيريوس بليس بريثنج. والتمبريتشر مي بي رايز، التمبريتشر درجه الحراره ممكن انها تزيد. هتزيد ليه؟ دلوقتي حصلت تشنجات في الجسم، فالتشنجات دي نتج عنها طاقه، فالطاقه طبيعي لما الجسم هنا لما بنيجي نبذل طاقه جسمنا بيبدا ان هو يسخن، فبالتالي هنبدا نعرق، فبالتالي الهارت ريت هيزيد. كل ده كده حاجات لوجيك وحاجات بديهيه، اول لما يجي في دماغك موضوع الطاقه والحراره والكلام ده، تمام كده. يبقى التمبريتشر هتزيد، الطاقه هتقل بسبب التشنجات، لان اصلا التشنجات دي بتكلف الجسم طاقه رهيبه رهيبه رهيبه، بتستهلك من الجسم طاقه مش طبيعيه. والحراره هتبدا انها تزيد عشان الطاقه دي، وبالتالي يحصل الجسم نبدا ان هو يعرق عشان يهدد الطاقه دي. احنا عارفين ان العرق هو اللي يعني الديفنس ميكانيزم الجسم بيعمله عشان الحراره يبدا يبرد الجسم بتاعنا لما يبقى ايه؟ يبقى سخن شويه. وكذلك الهارت ريت هيبدا ان هو يزيد.
المهم بعد كده يحصل انفولنتري باسج اوف يورين اور ستول، هيبدا انها ممكن تعمل حمام نفسها، حمام ستول او يورين على نفسها، بيبقى انفولنتري غير ارادي، مش ما بتبقاش مسيطره على نفسها في الوقت ده، فممكن انها تعمل ايه، ممكن تعمل حمام بول او ستول. ممكن بعد كده اقول لك ويحصل جرادولي كونفالجن ستوبس، بعد كده يبدا انها التشنجات بتاعتها تبدا ان هي تقل بشكل تدريجي لحد ما تختفي خالص. تمام كده شباب. نيجي بعد كده للكوما اللي هي الغيبوبه، بقول لك اللي هي الاستيج رقم 4 ودي اخر استيج معانا. بقول لك ان هي بتبقى variable duration due to respiratory and metabolic acidosis، يعني مده الغيبوبه دي احيانا بتختلف، ممكن تكون طويله ممكن تبقى قصيره. ده بيرجع ليه، سواء كانت المشكله دي respiratory، مشكله في التنفس، او مشكله في الميتابوليك اللي هو الايض. وده بنعرفه ازاي يا شباب؟ بنعرفه عن طريق تحليل الاي بي جي، بنبدا نعمل تحليل الاي بي جي ونشوف نسبه السي او 2 ثاني اكسيد الكربون والاتش سي او 3 ونسبه البي اتش، ونبدا نقارنهم ونبدا حوار كده. المهم تاخدوا الاي بي جي بالتفصيل ان شاء الله لما تخشوا كليه، فمش موضوعنا دلوقتي. المهم بعد كده بقول لك ان الست دي ممكن تخش في ديب كوما، ان هي الغيبوبه دي تطول معاها، تخش في غيبوبه طويله يعني شويه. عندي مي اوكر سيريبلر هايبرتنشن، يعني سيريبلر هيموريج اللي هو ممكن يحصل نزيف في المخ. تمام كده. بقول لك ان الليبر يوجوالي ستارت شورتلي افتر ذا فيت، بقول لك ان بعد ما الست دي تفوق من الغيبوبه بتاعتها او النوبه، نوبه الفيت دي اللي هي النوبه بتاعت الغيبوبه يعني، بتبدا ان هي بنبدا ان احنا نعمل لها الليبر، نبدا ان احنا نولدها. بس بقول لك مش على طول، بقول لك سام تايمز بعض الاوقات يعني الليبر دازنت ستارت، ما بنعملش الليبر. ليه يا عم؟ بقول لك الكونفالجنز ريكير اجين سو كول. المهم بقول لك ان لا، او يعني مش شرط ان الست دي اول لما تفوق نعمل لها الليبر، لا ممكن تخش في كونفالجن تاني او ممكن تخش في كوما تاني. فبنسمي الحاله دي اسمها ايه؟ انتر كارنت اكلامسيا. انتر كارنت علموا عليها يا شباب، انتر كارنت ريب انتر كارنت اكلامسيا. تمام كده. اند كارز باد بروجنوز، لو جات للست بيحصل عنها مضاعفات وتشخيص خاطئ، اللي هو حاجه بتبقى يعني مضاعفات كبيره قوي سواء للام او للبيبي بتاعها. تمام كده. دول كده بالنسبه للفور ستيج بتاع الاكلامس. اول حاجه البريمنتوري، وبعد كده التونيك، وبعد كده الكلونيك، وبعد كده ايه الكوما. نركز يوم يا شباب. نيجي بعد كده بقى على الكومبليكيشن بتاعت الاكلامسيا، وهي زي اللي فاتت. نفس الفكره، ماتيرنال، حاجه لها علاقه بالام، مضاعفات لها علاقه بالام، وبالنسبه للبيبي اللي هو الفيتر الجنين في برضه ليه مضاعفات. نمسك الاول كده الماتيرنال كومبليكيشن. اول حاجه معانا في الكومبليكيشن هي الريسبيراتوري ديستريس سيندروم، اللي هي متلازمه صعوبه التنفس او متلازمه ضيق النفس. بيقول لك دي بتحصل نتيجه لايه؟ بيقول لك فروم اسبيريشن نمونيا، نتيجه لالتهاب رئوي نتيجه للاسبيريشن. عارفين الاسبيريشن ده اللي هو ايه؟ شرقه، اللي هو عن طريق ان حصل ان الفلويد دخلت جوه الرئه فحصل شرق، اللي هي عارفين انتوا لما نيجي نشرب ونشرق دي، ده خطر جدا، الموضوع ده خطر جدا، بس الحمد لله ربنا بيسترها معانا. بس هو اللي بيحصل ان في فلويد بتخش، سواء بقى الفلويد كان موتر او اي حاجه ممكن تخش الرئه تعمل فيها التهابات. فهو هنا حدد لك نوع، هي النيمونيا عامه لها كذا نوع، فهو هنا حدد لك النوع ده وقال لك ان هي اسبيريشن. طب ماشي، ايه اللي ممكن بقى يا معلم يخش الرئه؟ بقول لك ممكن نعمل انهاليشن اوف ذا بلاد، ممكن ان هي تستنشق او يعني بمعنى اصح انهاليشن دي يعني حاجه بتخش الرئه، ممكن ان البلاد يخش الرئه تبلع مثلا الدم، يعمل لها التهابات في الرئه، ممكن السلايفا اللي هو اللعاب اللي هي الرياله دي تكمع شويه مثلا في بقها ما تعرفش تطلعهم بره فيخشوا على الرئه يعمل لها التهابات، يعمل لها نيمونيا. اند الفيموتس اللي هو او ده اشهر حاجه، الفيموتس ده شباب اللي هو الترجيع، تبقى جايه ترجع وتبقى مثلا نايمه على ظهرها، تطلع كميه بره وباقي الكميه تخش على الرئه تعمل لها التهاب رئوي. تمام كده، اللي هو اسبيريشن نيمونيا. ممكن يحصل حاجه تانية، اير واي اوبستراكشن، ممكن يحصل باي ذا تانج، ممكن مجرى التنفس يتسد ويكتبوا عليها يعني ابنيا، اللي هو ده تعريف كده مصطلح كلمه الابنيا، اي بي ان اي اي. تمام كده، اللي هو الباي ذا تانج اللي هو بيقول لك احنا بنقول عليها ايه، ده بلع لسانه، لما نشوف كده لعيبه الكوره يقول لك ده كان بيجري ومره واحده بلع لسانه، او مثلا الشخص ده يبقى نايم ويقول لك ده بلع لسانه، هو مش بيبقى بلع لسانه بالمعنى الحرفي اللي هو راح جاي زلطه كده، لا مش في حاجه اسمها كده. بلع لسانه يا شباب بيبقى عندنا في اللسان بتاعنا في عضله جوه كده، العضله دي هي اللي شاده اللسان، فلو لا قدر الله العضله دي حصل لها استرخاء كده، او اللي هي فاهمين اللي حصل لها ريلاكسيشن كده، فهتبدا ان اللسان يبدا يرجع لورا ويسد مجرى التنفس، فبالتالي هيحصل
اير واي اوبستراكشن اللي هو الابنيه، فالنفس هيتقطع. تمام كده، ده ببساطه يعني ايه معنى الابنيه او الاوبستراكشن اير واي، الاير واي اوبستراكشن. اند بالمونري اديما اللي هو حصل اديما على الرئه، اللي هو عارفين الشباب الساكس اللي هي حاجه كده تبقى شبه الجيوب بتبقى موجوده في الرئه، بيبقى موجود فيها الاكسجين والسي او 2 بيحصل فيهم اكسيتشينج هناك يعني. ففي الساك دي بيبقى موجود فيها شويه فلويد، الفلويد دي بتمنع حركه بتمنع مش بتخلي النفس يبقى بشكل كافي، وبتعمل ريسبيراتوري ديستريس. فالبلمونري اديما يعني في سوائل موجوده في الرئه بمعنى اصح يعني، او ممكن نقول ميه على الرئه، اي حاجه، المهم تبقوا فاهمين الشكل. وانا كنت مش عارف، انا تقريبا ما جبتلهاش صوره، مش فاكر، ما علينا، مش علينا، مش موضوعنا يعني. المهم نعرفوا ان هي بلمونري اديما سوائل على الرئه. تمام كده. بعد كده ممكن كومبليكيشن تاني، كومبليكيشن معانا هارت فيلير اللي هو فشل في القلب، ده نتيجه زياده البلاد بريشر زاد قوي، فالقلب مبقاش قادر ان هو يضخ كفايه او كده، فممكن يحصل فشل قلوي، فشل في القلب يعني. تمام كده. بعد كده ممكن يحصل هايبوفوليميك شوك اللي هو حجم الدم يحصل له انخفاض مره واحده، شوك اللي هو مره واحده. تمام كده، ده نتيجه ايه؟ نتيجه البلاسينتال ابورشن ابروبشن، الابروبشن اللي هو انفصال المشيمه، اند السيركيولاتري كولابس بوست بارتيوم، يعني بعد الولاده ممكن يحصل نزيف كبير قوي من بسبب نتيجة انفصال البلاسنتا عن اللي هو من الرحم يعني وكده، فممكن يحصل نتيجة لكده نزيف كبير قوي، والنزيف ده هينتج عنه هايبوفوليميك شوك اللي هو نقص في حجم الدم، فممكن تخش في ممكن ان هي تفينتنج او اللي هي تخش في كوما نتيجة كده، فبنحول لها دم ونديها محاليل وبتفوق يعني. المهم بعد كده ممكن يحصل سيريبرال هيموريج، نزيف في المخ، ده برضو بسبب زيادة البلاد بريشر. ممكن يحصل اكيوت رينال فيلير، تمام، اللي هو فشل كلوي حاد، وممكن يحصل ليفر فيلير اللي هو فشل كبدي في الكبد. اند هيلب سندروم، عرفنا ايه هيلب سندروم؟ هي اختصار لثلاث حاجات، اول حاجة الاتش دي اختصار الهيموليسيز اللي هو الانحلال بتاع الدم او تكسير كرات الدم الحمراء، والاي ال اللي هو اليفيتد للليفر انزيم، والال بي اللي هي لو بليتلت كاونت اللي هو الصفائح الدمويه قليله. تمام كده، بحاول افكركم. بعد كده ممكن يحصل كومبليكيشن، اخر حاجه كومبليكيشن بالنسبه للام، ممكن يحصل لها هيبوكسيا، فيتال هيبوكسيا مي بي اولسو، يعني ممكن هي الطفل الاكسجين بتاعها الام بتاع الام ما يبقاش كافي انه يروح للطفل، فالطفل ده يحصل له هيبوكسيا اللي هو الاكسجين يبقى رايح له قليل او ناقص. بعد كده هي الكومبليكيشن بقى بتاعت الفيتال نفسه، اول حاجه بقول لك ده بري نيتال مورتاليتي از اباوت 10 اور 15 برسنتج، يعني بقول لك ان نسبه وفيات الاطفال اللي هم اللي امهم بيبقى عندها اكلامسيا بتبقى حوالي 15 من 5 من 10 ل 15%. تمام كده، وده بيبقى بسبب ايه؟ ليه ممكن يحصل ان الطفل ده يموت؟ اول حاجه قال لك بسبب ديو تو فيتال هايبوكسيا، نقص الاكسجين اللي رايح للطفل. طبيعي الام لو الاكسجين بتاعها مش كفايه ان هو يروح للطفل، فالطفل ده مش واصل له اكسجين. طب والاكسجين ده مش واصل بسبب ايه؟ اول حاجه قال لك ممكن يبقى بسبب بلاسنتال انفراكشن، انفراكشن اللي هو في حتت في البلاسنتا بيبدا انها تحصل لها انها تموت، ما يبقاش فيها اكسجين اصلا، فلو حرفيا بتموت. او ممكن يحصل بسبب بريماتيور سيبريشن اوف بلاسنتا، يعني ممكن بيحصل بسبب الانفصال المبكر للمشيمه باي اكسيدنتال هيموريج، عن طريق اللي هو ممكن يحصل بالصدفه او مره واحده يعني حاجه غير متوقعه، النزيف ده يحصل مره واحده وما نلحقش نعمل كنترول، فبالتالي الطفل ده هيخش في هايبوكسيا. او ممكن يبقى بسبب الماتيرنال هايبوكسيا ديورنج الكونفالجنز، ممكن مش احنا لسه واخدين من شويه لما الام تخش في كونفالجنز بيبدا وشها يحصل له سينوز، والسينوز ده بيانديكيت لايه؟ حاجه طبيعيه خالص، بيانديكيت ان الست دي الاكسجين بتاعها قليل، فتخيل بقى الام نفسها ما عندهاش اكسجين كفايه، فالطفل ذات نفسه الاكسجين اللي هيبقى رايح له يعتبر ما فيش اكسجين برضه، فممكن ان هو يموت بسبب كده. تمام كده. بعد كده بقول لك بريماتوريتي اند اتس ات از كومبليكيشن، بقول لك الولاده المبكره والمضاعفات بتاعتها اللي هي احنا عارفينها اللي هي الريسبيراتوري ديستريس اللي هي الار دي، والانفكشن ممكن يحصل انفكشن للطفل ده زي ما احنا لسه واخدين من شويه. تمام كده يا شباب. قبل ما نخش بس على المانجمنت، عايزكم تكتبوا لي على الفيتال كومبليكيشن ان هي مهمه لانها بتيجي في اسئله البنوك، فخلي بالكم منها.
المهم نيجي بقى على المانجمنت بتاع الاوف اكليمسيا. اول حاجه بقول لك ذا تريتمنت اوف بيشنت هو هاز هو هاز جوت وان اور مور اكلامبيك سيجر كومبريسز اوف ذا فالونج. يعني الست اللي بيجي لها التشنجات دي بنعالجها ازاي؟ عن طريق الاتباع الاتي. اول حاجه الجنرال مانجمنت اللي هي القياسات العامه اللي هي بقى الضغط والبروتينوريا والحاجات اللي احنا ايه عمالين نهرفها من الصبح دي. بعد كده النيرسنج كير، دور التمريض، نعمل الرعايه بتاعتنا زي ما احنا لسه واخدين قبل كده في البري كلامسيا. بعد كده الميديكال ميجرمنت فور كنترول اوف ذا سير، يعني هو دور الدكاتره في الدور الطبي يعني في التحكم في السيجر دي. اول حاجه بارنترال ادمنستريشن اوف مغنيسيوم سولفيت، يعني بند العيان المريضه دي بمغنيسيوم سلفيت، وعرفنا المغنيسيوم سلفيت بيعمل ايه، بيعمل ريلاكسيشن وبيعمل ارتخاء في الاوعيه الدمويه، فبالتالي مش هيحصل كونفلجن، فلازم ان هو نديه، وعرفنا الجرعه بتاعته بتبقى قد ايه وبتتاخد اي في، ولو اتخذت في المينتنانس لو اتخذت اي ام بتبقى قد ايه. والمهم ما علينا، لسه قايلين الكلام ده ما لحقتوش تنسوه يعني اكيد. بعد كده البارنترال ادمنستريشن اوف انتي هايبرتنسيف، ندي ادويه اللي بتقلل الضغط عن طريق الاي في انترافينوس اللي هو البارنترال. وهنا بقى هنا ماشي انا معاهم معاهم جدا في كده، لان اصلا احنا عدينا مرحله السيفير ودخلنا في البري اللي هي السيفير بري اكلامسيا، ودخلنا في الاكلامسيا اللي هو اشد حاجه اشد خطوره يعني، تمام. ففي الوقت ده عادي ممكن بقى ندي الانتي هايبرتنسيف لان ما عندناش اصلا اوبشن تاني، تمام كده. بعد كده delivery and prevention and treatment of complication of eclampsia، يعني نبدأ ان احنا نعمل نولد بقى الست دي ونمنع اي مضاعفات، and treatment of complication ونعالج نمنع ونعالج المضاعفات دي بتاعت الايه بتاعت الاكلامسيا، تمام كده. بعد كده بقول لك في جنرال مانجمنت اوف ذا نيرسينج كير، هو دور التمريض بقى والحاجات اللي احنا بنعملها لو الست دي دخلت في سيجر مننا اللي هو حصل لها تشنج او الصرع يعني. انتوا عارفين الاول يا شباب ايه الفرق بين السيجر وبين الكونفالجن؟ قبل ما نبدا بس السؤال ده، انا مش عارف قلتها ولا قلتهاش. المهم ان السيجر بيبقى حاجه عامه، انما الكونفالجن بيبقى نوع من انواع السيجر. ازاي؟ التشنجات اللي هي السيجر دي او الصرع او النوبات دي بتبقى عامة، بتبقى لها علاقة بالكهرباء بتاعة الجسم كله، الكهرباء بتاعة المخ، فبتأثر على الجسم كله، حاجة جنرال. انما الكونفالجن لا، لها علاقة بالمسل، التشنجات العضلية اللي في الجسم، الأجزاء اللي فيها عضلات بس هي اللي بيحصلها تشنجات، تمام كده. ده كده الفرق الايه المفروض تبقوا عارفينه بين الاتنين، يعني هو مش كده بالظبط بس في حاجات أعمق من كده، بس ايه ده اللي انتوا محتاجين تفهموه. المهم نكتب على السؤال ده بس ان هو مهم قوي، اللي هو جنرال مانجمنت او جنرال ميجرمنت بتاعت النيرسينج كير، لان ده سؤال بنك، فركزوا عليه كده بالله عليكم. اول حاجه خالص لازم نطمن على الاير واي اند ريسبيراتوري مانجمنت، اللي هو نعمل مانجمنت نشوف المجرى التنفس تمام والتنفس بتاعه تمام ولا لا. هنعمل الحاجات دي ازاي؟ قال لك اول حاجه يا سيدي هتحط هتبليس البيشنت ان ليفت لاترال ديكيوباتس بوزيشن، هنحطه في الوضع اللي هو، بصوا انا جبت لكم برده الصوره بتاع هو ده، شايفين الراجل اللي نايم على اهو، ده الليفت وده الرايت تمام كده، وده السوباين بوزيشن نايم على ظهره، وده البروم بوزيشن. المهم مالناش دعوه، خلينا في دول اللي هم ايه الليفت لاترال ديكيوباتس، وده الرايت لاترال ديكيوبتس. فاحنا هنحط على الهون على الليفت لاترال ديكيوبتس ليه يا عم؟ لا ده هيفتح هيحصل مثلا لو الست دي مثلا رجعت او كده، ده هيمنع حدوث اسبيريشن، وبرده هيبقى هيفتح مجرى التنفس تمام كده. بعد كده بقول لك ساكشن اورال سيكريشن، هنشفط لو في افرازات موجوده في البق سد مثلا مجرى التنفس بتاعها، نبدا ان احنا نعمل لها ساكشن، نبدا ان احنا نشفطها كده بجهاز الساكشن. بعد كده لو في انستيجيا اللي هي تاخد حاجات يعني بتاعه التخدير اد بيت سايد، يعني موجوده تبقى موجوده ايه جنب السرير فور بوسيبل انتيوبيشن، لان احنا ممكن نعمل انتيوبيشن اللي هو نركب تيوبه ونحط الحاله على فنت، فلازم تكون متبنجه خالص ومتخدره خالص، فلازم يبقى موجود انستيجيا تمام كده، عشان ممكن نعمل ايه انتيوبيشن. بعد كده consider oral airway اللي هو نطمن على مجرى التنفس بتاعها، نشوفه في حاجة سدية ولا تمام،
ونعمل اي بي جي اللي هو ارتيريال براد جاز اللي هو تحليل الغازات بتاعه الدم عشان نشوف المشكله ريسبيراتوري، نشوف الريسبيراتوري اسيدوزس ولا ريسبيراتوري الكالوزس ولا ميتابوليك اسيدوزس ولا ميتابوليك الكالوزس. ده هيساعدنا في العلاج بتاعها يعني. بعد كده بقول لك بريفنت الانجري ان هو نمنع حدوث اي جروح ليها وانها تتعور او يحصل لها اي حاجه. طب هنعمل ده ازاي؟ هنقول له بيقول لك حط بيدنج اون سايد ريلز اوف بيد، هنحط على الجوانب بتاعه السرير. احنا عارفين ان الجوانب بتاعه السرير احيانا بتبقى من الميتال، حاجات معدن او حاجات بلاستيك، فاحنا هنحط عليها مخدات كده او وسادات كده اللي هي حاجات كده اللي هي بحيث لو الست دي حصل لها التشنج ده ومثلا اتحركت على الجنب ده او الجنب ده ما يحصلهاش انجري. فاحنا هنحط ايه؟ نحط بيدنج اون سايد اور ريلز اوف بيت. تمام كده. بقول لك اذر بوست سيجر ميجرز، يعني ايه الحاجات اللي احنا بنعملها التانية خلاص التشنجات خلصت، هنعمل ايه بعد كده؟ قال لك اول حاجة هنعملها هنحط فولي كاثيتر تو مينيتوري اليورين اوت بوت، هنحط لها قسطرة بولية عشان نقيس الاوت بوت بتاعها اليورين اوت بوت بتاعها ونشوفه في اوليجوريا ولا انيوريا ولا كده يعني. تمام كده. بعد كده هنعمل حاجة اسمها انتر فيتال مونيتور، هنقيس ال هنعمل يعني جهاز كده، في جهاز بيتوصل بالدماغ بتاعة الطفل زي المونيتور كده شباب، بس بيبقى الكترود. تعالى كده نبص على شكله اهو، في الكترود بيخش عن طريق الفاجينا بيتوصل بالطفل. ده برضو بايه بيخلينا نطمن على الطفل اكتر، وبيقيس ضربات القلب بتاعته وكل الحاجات دي. تمام كده شباب. تمام. بعد كده روحنا فين؟ ماشي. هنحط كونسيدر سنتر فينوس بريشر اللي هو السي في بي كاستر، هنركب هنبدأ ان احنا نشوف يعني حتى لو مش متركب لها هنبدأ ان احنا نركب لها سنتر فينوس كاستر عشان نبدأ نقيس نسبة السوائل في الجسم وضغط ضغط السوائل في الأوردة المركزية. تمام كده. ومكمل كلامه بيقول لك ان الفلويد ادمنستريشن نيد تو بي مونيتورد باي سنتر فينوس بريشر، يعني لازم ان احنا نقيس نسبة السوائل دي عن طريق السنتر فينوس بريشر اللي هو ان احنا عن طريق مراقبة الضغط الوريدي المركزي اللي هو السي في بي بنقيسها. اكيد كلكم شفتوها يعني، نزلنا المستشفيات وشفناها عن طريق عن طريق بتاع. المهم انتوا تنزلوا مش موضوعنا دلوقتي، انا طولت قوي في الفيديو ده يا شباب، انا حاسس ان انا بقالي كتير برغي، بس والله العظيم فعلا هو درس رخم شويه فمعلش استحمله. المهم بعد كده بيقول لك الكونتينوس اورلي مونيتورنج اوف بيشنت بالس، نبدا بقى ان احنا نستمر في كل ساعة نبدأ ان احنا نقيس نعمل مونيتورنج ليه. اول حاجة البلس، النبض، التمبريتشر، الحرارة، البلد بريشر، الريسبيريشن ريت، كل الحاجات دي احنا عارفينها، الفلويد انتيك اند فلويد اوت بوت، الكميات كمية السوائل اللي داخلة واللي خارجة. بعد كده الميديكال ميجرمنت نفس اللي احنا لسه قايلينه من شوية. اول حاجة الدكتور هيبدأ ان هو يكتب لنا ما يكتب الحالة دي انها تاخد مغنيسيوم سلفيت تريتمنت، وعرفنا ازاي. بعد كده البرينيتال انتي هايبرتنسيف، ندي بقى بارنترال برينيتال ايه انا هيست يا جدعان، اللي هو ندي انتي هايبرتنسيف اي في تو بريفنت سيريبرال هيموريدج عشان نمنع نزيف المخ. واحنا عرفنا قلنا خلاص بقى اللي هو احنا في الحالات السيفيره خالص فاهم حاجه ننقذ الام، فوقتها ممكن ندي انتي هايبرتنسيف عادي. تمام كده. وعشان نمنع برضو الليفت فنتريكولار هارت فيلير، ان احنا نمنع من فشل البطين الايسر بتاع القلب. بعد كده الديليفري اللي هو الولاده، بيقول لك الاكلامسيا فريكوانتلي بريسيبيتيتس بري تيرم ليبر، يعني يعني التسمم بتاع الحمل ده بيسبب في كثير من الاحيان الولادة المبكرة. شكرا على المعلومة القيمة دي يا عم، مش عاوزين نعرف اي حاجة تاني. المهم بقول لك if the patient is not labor within a few hours، يعني لو الست الحامل دي ما ولدتش ما جالهاش اللي هو الطلق في بعد السجر ده ب 3 4 ساعات، يعني خلاص السجر خلص، التشنجات فترة التشنجات خلصت، المفروض بعد 3 4 ساعات ان هي يجي لها بقى الطلق وتبدا ان الرحم يتحفز ان هو ايه ان هي تولد. بس لو ما حصلش
هنبدا شو بي انديكيتد بي تو سي دريب. نبدا ان احنا ندي حاجه احنا عارفين زي ما خدنا قبل كده ان هرمون الاوكسيتوسين هو اللي بيبدا ان هو يحفز بطنه الرحم انها تعمل كونتراكشن عشان الطفل ده اللي هو الطلق تبدا عمليه الولاده. فلو ما حصلش لو ما جاتش من عند ربنا نبدا احنا في حاجه كده اوكسيتوسين صناعي اللي هو اسمه البي تو سي دريب ده، بنبدا نديه للام. ده بيحفز ده بيحفز البطن ان هي آسف الرحم يعني ان هو نسيت تولد يعني. او ممكن لو ما حصلش ده ممكن ان احنا نعمل ايه سيزيريان سكشن اللي هو ايه ولادة قيصرية. إيه؟ بقول لك ان السيزيريان سكشن ده بيقول لك شوب شودنت بي روتين فور اور اكلامبك بيشنت، يعني مش شرط مش كل حالة لازم نعمل لها سيزيريان سكشن. ده يعني بيبقى على حسب صحة الام، الطفل اللي كان كبر بشكل كفاية ولا لا، كل الحاجات دي. فاهمين يا شباب؟ بس كده يا عم، هو ده الدرس بتاع النهارده. معلش هو كان رخم قوي وطولنا قوي انا عارف، بس معلش يا رب بس تكونوا فهمتوه، والتعب اللي انا تعبته والله تعبت فيه جامد يا جدعان. فان شاء الله يبقى فهمتوه ووصل لكم بطريقه كويسه. ربنا يوفقنا ويوفقكم جميعا يا رب. السلام عليكم.